السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم الله معنا في برنامج الديوانية على الرياضية السعودية، ورحب بضيوفي في حلقة اليوم حافظ الألقاب سعود الصرامي، عثمان أبو بكر مالي حافظ المدلج، عبد الله خوقير وعيسى الجوكم وحسن عبد القادر. أسعد الله مساكم. مساء الخير. حياك الله وبقاك يا أبو نواف وشاهدينكم الكرام ما شاء الله. الأهلي يكسب الفيحاء برباعية مقابل لا شيء، نتابع أهداف المباراة. كرة عادت من جديد وله فضل تحقيق الذهب للفيحاء على مستوى الكاس. كرة للجهة اليسرى ماكسيمان، الله محرز، مواجهة خاصة ما بين محرز وكونان، وهذه المواجهة هي التاريخية الثانية من بعد 2019. كرة تصل من جديد، ماكسيمان الأخطر دائما، الله 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 الله. ديميرال عبر التركي، غياب منذ الجولة الرابعة، الآن الله 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 الله، يتقدم ويمرر كرة مع كيسيه، خذوات، يتحرك الإكوادور، يطلق الصافرة، ركلة جزاء، بحث عن هدفه السابع في الدوري من علامة الجزاء أمام فلاديمير، يسجل، نعم محرز يحرز الرابع. مباراة تألق فيها ماكسيمان وفراس البريكان، رباعية أهلاوية بالتأكيد جت في وقتها، خصوصا بعد التعثر الأخير بالتعادل على أرض أمام فريق الرائد بسلبيا. حسن عبد القادر، أنا قايل لك من البارح خل يعني إذا تحلطمت تحلطم الأهلي فايز فخلك على الوزنية دي مستمر عليها. أول شيء طبعا أبارك للأهلي وجماهير الأهلي الفوز وثلاث نقاط والمحافظة على المركز الثالث قريب من المتصدرين طبعا، وهذا شيء مهم بالنسبة للأهلي، خاصة الأهلي فريق يعتبر فريق جديد، مغير فريق كامل طول الموسم، مدرب جديد، إدارة جديدة، لاعبين جدد، كل شيء جديد في الأهلي. فأعتقد أنه لحد الآن يعني المركز اللي هو فيه مركز ممتاز جدا بالنسبة للأهلي، طبعا نطمح في الأفضل مستقبلا. النقطة الأخرى يمكن ذكرت بنواف، أنت دائما كذا يعني تقمعني على هذا الكلام ما أدري ليه، بس أنا أقول لك يعني الأهلي فريق محير. يعني مثلا اليوم خلينا نسأل أسئلة وإحنا نجاوب عليها. في الفترة الماضية كان الناس تتكلم عن المدرب ياسلح، أنه مثلا صغير في السن وأنه ما يناسب الأهلي. طيب اليوم أو مباراة أبها نقدر نقول ياسلح مدرب جيد أو غير جيد؟ سؤال ماكسي. أنت عاطفي؟ لا أنا بسأل أنا فاهم. لا بسأل هذا اللي يقول صغير سن، اللي يقول صغير السن بدل ما يجي يفصل لي فنيا يقول لك عيب الاهلي 1 2 3 4، لا كان في تفصيل، رايح يقول لي انا عندي لا مدرب صغير لا كان هنا كان في تفصيل في هذا الجوانب، كان في تفصيل في هذا الجوانب، انه مثلا التعامل مع الفرق اللي تقفل، التغييرات اثناء الشوط الثاني، كان في تفصيل في بعض الجوانب فنيه. فانا اقول لك يعني ياسر الان اليوم مقدم شوط من اجمل اشواط الدوري، مباراه ابها مقدم مباراه من اجمل المباريات. هل هو مدرب جيد أو غير جيد؟ ماكسي الكل كان بينتقده أنه لاعب استعراضي ولاعب ما بيفيد الفريق، وأنه كريم كثير كان يطالبه أنه الفترة الشتوية نبحث عن طرف أكثر إيجابية. اليوم نقدر نقول ماكسي لاعب مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا سؤال. محرز لاعب بارد ما بيعطي مجهود، المحرز اليوم أثبت يعني أمور كثيرة بتتساءل، وهذه بسبب إيش؟ بسبب التذبذب في النتائج. يعني أنت بتعطيني مباراة شكل الفريق فيها جدا ممتاز، دفاعا ووسطا وهجوما ونسبة التسجيل عالية جدا، وتديني مباراة في المقابل مباراة أقل من المتوسط يعني حتى على مستوى التسجيل. قد يكون الأداء متشابه بين المباريات، أنه الفريق بيوصل الفريق، ولو حسبتها ترى الأهلي أكثر فريق بتهيأ له فرص يمكن في الفرق السعودية كلها اللي هو الدوري ده. أنت متأكد؟ نعم
طيب اذا هذه براءه للمدرب. اوكي طب انا وصلتك للباب وتكون لوم وتكون لوم للاعبين إيه؟ يعني انا حتى المدرب وحتى اللاعبين كان في لوم عليهم. النقطه الاخرى مندي. شوف احنا تحدثنا عن مندي وانا اول واحد انتقدت مندي. الان مندي يمكن معلومه, مندي الان متعادل مع حارس الهلال بونو في عدد الكلين شيت 9 9 كلين شيت وبونو 9 كلين شيت في الدوري, رغم بدايته سيئة جدا بداية الموسم واستقبال الأهداف سهلة. الآن قاعد يقدم مستوى كبير, شفنا اليوم في أحد اللقطات من أخطر الفرص وأصعبها على حارس وصدها. فالآن متعادل مع بونو في عدد الكلين شيت 9 كلين شيت. أنا أقول لك ما زال الأهلي يعني حتى الفوز أحيانا يعني يكون جميل وحلو ونقطي وممتاز, لكن الأهلي ما زال يحتاج في الشتوية. يعني اليوم المدرب حاول يدخل فيرمينيو في أجواء تسجيل الأهداف, الفريق قاعد بيسجل بيوصل للمرمى, وفرصة أنه يعني يدخل فيرمينو في هذا الوقت المبكر من الشوط الثاني حتى يستريد حساسيته في تسجيل الأهداف يعني. لكن رغم كذا اللاعب ما استطاع أن يسجل المرمى. فهذه يعني من أول البدائل اللي يحتاجها الأهلي في الشتوية, هو لاعب رأس حربة على مستوى عالي جدا مع كامل تقدير احترام فراس البركان, بيقدم مستوى كبير وجهد عالي وبيرجع وبيتقدم وبيسجل بالرأس, والآن عنده ورابع هداف رابع هدافين نعم رابع هدافين الدوري. لكن المنافسة على المراكز الأولى تحتاج الأفضل دائما, وأدلل في هذا المجال بالهلال. يعني الهلال عنده فترة فترات كان عنده غوميز هداف على مستوى آسيا وعلى مستوى الدوري المحلي, لكنه جات فترة خلاص حسوا أنه فترة انتهت مع الهلال, البحث عن بديل, جابوا إيقالو الهلال عصره لمدة سنة ونص أو سنتين, قدم كل ما عنده مع السلامة, يجي متروفيتش غيره, متروفيتش حيستمر فترة لأنه قدم كل ما عنده. عادي الفرق اللي تبحث عن يعني الكمال في ملعب كرة القدم أو في ذا, وهذا اللي مطلوب من الأهلي. يعني القناعة أنك فزت اليوم على الفيحة أو فزت على أبها قناعة يعني ما الأهلاويين حتى الأهلاويين أنفسهم مو حابينها. أوكي يحتفلوا بالفوز يحتفلوا بالانتصار, لكن يحتفلوا بمركز اللي هم فيه, لكن يبحثون عن الأفضل. يعني الأهلي مو أقل من الهلال ولا أقل من النصر بنوعية اللاعبين. الأهلي يحتاج إلى لاعبين على الأقل, لاعبين في فترة شتوية على مستوى المتوسط الدفاع اللي متوسط المحور 6 وعلى متوسط رأس الحربة الأساسي. هذا اللي عرفته من الهلاويين وهذا مطالبهم في فترة شتوية. تتحقق ما تتحقق هذا أمر آخر, وترجع للجنة المختصة بهذا الشيء وحسب تواصلها مع إدارة النادي الأهلي, لكن هذه احتياجات النادي الأهلي. أنا أقول أعيد وأكرر مبروك للنادي الأهلي, مبروك لإدارته, مبروك للاعبيه, فوز مهم وأداء ممتاز جدا في الشوط الأول. وأتمنى يعني بصوت الهلاويين إنه يستمر الفريق على هذا الأداء, على هذا النهج, على هذا الكم من تسجيل الأهداف, لأنه فعلا فريق يستحق وجمهوره جمهوره يستحق, جمهوره حاضر. يعني هذه كلمة حق, جمهوره حاضر في كل المباريات. لا تشعر أنه دائما تشعر أن الأهلي يلعب على أرضه, يلعب في الرياض, يلعب في جدة, يلعب خارج جدة, كل المباريات يشعر الفريق يلعب على أرضه وتفاعل طول المباراة, وهذا الجمهور يستحق أنه فعلا يتواجد في منصة التتويج. نعم أبو فهد, تألق ماكسيمان اليوم كان له دور رئيسي في النتيجة اللي حققها الأهلي مع فراس البركان. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحب فيك ورحب في الزملاء الكرام والمشاهدين والمشاهدات. أنا يعني دائما أحب أترك الجوانب الفنية للفنيين, رغم أني في الآونة الأخيرة شفتهم ينقلبون على معتقداتهم بعد أن يعني صارت الاستحواذ للنصر أمام الهلال 63-37, قالوا هذه ما تهم. لكني أنا حقيقة اللي ملاحظ أن الأهلاوية والاتحادية إذا فازوا أشادوا بفريقهم, وإذا انهزموا راحوا لسعد اللذيذ. ما هي يعني يعني علشان الناس تقتنع بالطرح, أنا أتكلم لك عن الأخوة الأهلاوية والاتحادية, علشان الناس لما تشوفك وتقتنع بطرحك, والله لما ينتصر فريقك يصير الإشادة بفريقك, ولما يخسر فريقك يصير الانتقاد لسعد اللذيذ ولجنة الاستقطابات ووزارة الرياضية وصندوق الاستثمارات اللي أساسا صنع الفريق. هذا الثلاث المنابع اللي صنعت الفريق, ولا البقية ترى خلاص. يعني الجمهور الأهلاوي نعم يستحق الإشادة, الجمهور الاتحادي يستحق الإشادة, لكن أنك لا تتمسك بمعتقدات قديمة جدا ويعني ترفض يعني اللفظ ببنت شفه عند رموزك السابقين, أما اللي ما يستطيعوا يصنعوا مثل هذه الفرق ولا النجوم العالمية. لكن لما يجي هالموضوع ذا, لا والله يا أخي
لجنة الاستقطاب قصرت في حقنا. كيف قصرت في حقك يا أهلاوي اتحادي وبنزيمة ومحرز ومكسميان وكيسيه وأسماء كبيرة كانتي فابينيو؟ فأنا أقول لازم الناس برضو حتى تطرح المعتقدات أنها يعني تتصور لو أنا ما عندي المنابع الثلاث للأهلي، أنا أتكلم ما عندي المنابع الثلاث اللي هي برنامج الاستقطاب وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات، والأهلي في العام الماضي محطم ونازل درجة أولى، هل يستطيع اختر أي رجل أهلاوي مع احترامي وتقديري لهم، هل يستطيع أن يصنع فريق يصعد من دوري يلو ثم يكون ثالث الدوري في 6 شهور؟ هذه معجزة اللي يصير في الأهلي اليوم، والله معجزة، معجزة حققتها وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات وبرنامج الاستقطاب للنادي الأهلي. فريق كان العام الماضي في دوري يلو، اليوم ثالث الدوري، يضرب بالأربعة وبالستة ويصل إلى ثالث الدوري. فأنا أقول دائما أنا هذه رسالتي للناس، ترى الوفاء مهم حتى يبقى المعروف بين الناس. بالنسبة أيضا للاتحاد، شوف كيف أنت اللي قاعد يصير الآن الاتحاد، ترى الاتحاد الآن يعيش أفضل فتراته الذهبية منذ أن تأسس قبل 90 عام. شوف كيف الآن الناس تتحدث عن الاتحاد وعن وجوده في كأس العالم وعن الانتصارات وعن الافتتاح وعن الحضور وعن هذه التميز، كلها بفضل هذا الدعم اللي تشوفه من وزارة الرياضة. فأنا أقول يعني إذا أنت خسرت مباراة أو خسرت حتى بطولة، حتى لو كانت هذه البطولة بطولة الدوري، يعني ترى لا تنسى أن تشيد بأهل الفضل، لأنه في النهاية ترى كرة القدم فوز وخسارة. اسمح لي طيب. بس بعلق على كلامه. ماشي نسمع بس الباقيين. لا بس النقطة اللي قالها حق الأهلي. أيوة. حدد. أبو فهد أنت لما تتكلم يعني هي منطق، إحنا الأربعة الأندية سواسية في ميزان الوضع الحالي للأندية سواسية. قارن أنت، تقارن بين الأسماء اللي موجودة في الهلال وفي النصر، وقارن بين الأسماء الموجودة في الأهلي وفي الاتحاد. المقارنة غير عادلة بالنسبة للقيمة الفنية للاعبين، وأتكلم على الأهلي تحديدا. يعني هل القيمة الفنية للاعبين الموجودين في الأهلي نفس القيمة الفنية في الهلال؟ لا، الأهلي أفضل. لا مو أفضل. كيف؟ أفضل كيف كيف؟ كيسيه من برشلونة. خلي برشلونة، ما كان احتياط برشلونة. طب وما كان يا أخوي آخر مباراة لعبها بين برشلونة لحظة. كيسيه ما كان لاعب أساسي برشلونة. لحظة يا شيخ الله يرحمه. آخر مباراة في العام الماضي أقيمت بين برشلونة وريال مدريد انتهت 1-0، هو اللي مسجله. طيب وقبلها تحكم على مباراة واحدة؟ ما كان اللاعب الأساسي ما كان اللاعب الأساسي في المباراة. أصعب شيء إنك تقنع الناس. مندي ما كان لاعب أساسي في تشيلسي. محرز ما كان لاعب أساسي في مانشستر سيتي. ما كان لاعب أساسي. القيمة الفنية للاعبين الهلال والنصر أعلى من قيمة الأهلي. أنا أتكلم عن إنه لازم يكون مدام الأربعة الأندية في ميزان واحد، الأهلي يحتاج نفس القيمة الفنية. مين أشهر وعنده تاريخ سي في من اللاعبين هذول اللي موجودين اللي تكلمت عنهم؟ بنزيمة ولا مين؟ ولا بروش؟ لا خليني مثلا على 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 محرز مقارنة بنيفيز، مقارنة بسافيج، محرز زي ما كلهم لاعبين دوليين في منتخباتهم. لا بغض النظر احنا نتكلم برضو على الشهرة. الشهرة ما تاكلك عيش. الشهرة ما في ملعب ما يخالف انت الشهرة ايه، بس خليني اعطيك حاجة واحدة. اتكلم عن لما تجيني فيرمينيو لاعب ليفربول ولا متروفيتش لاعب فولام؟ لا اسمه بيتروفيتش طبعا. لا انت لاعب يا اخي، كلمني الان مو بيوم شفت اللاعب الحين. لا مو شفته، ابي قبل فيرمينيو مثلا. تكلم على شهره، على 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 تاثير في ليفربول ولا فولم؟ ما كان له تاثير ولا كان له شهرته، حتى منتخب البرازيل مو متواجد. معلش لكن تكلم عن متروفيتش لاعب هداف على مستوى اوروبا معروف، لاعب منتخب بلاده معروف. تكلم عن نيفيس، تكلم عن سافيتش، تكلم عن اللاعبين الموجودين في الهلال، عن نيمار، عن في النصر تكلم عن ساديو ماني، عن كريستيانو رونالدو، عن لا بس لا تصور لي انه لاعيبه النادي الاهلي مثلا او الاتحاد انهم يعني خلينا نقول في جاب كبير ما بينهم وبين اللاعبين. انا واقف انا لما اطالب او طالب الهلاويين في نواقص. انا هذا حقي طبعا رايك. انا بقول لك ابو نواف، انا اسالك الان، انا سعد اللذيذ وجدت رئيس النادي الاهلي وقلت لك يا اخ حسن انا ترى عندي موافقه كيسيه وفوفانا، من تختار في اللحظه دي؟ اختار كيسيه، ما في مشكله، اختار كيسيه. طيب انت الان رئيس الاتحاد وقلت لك ترى عندي موافقه بنزيمة ومتروفيتش، من تختار؟
ما أعرف أسأل الاتحاد أنا. بس بنزيمة ما فيها كلام طبعاً. بنزيمة أفضل لاعب في العالم. بنزيمة فين؟ بنزيمة طبعاً ما فيها كلام. بنزيمة فين؟ لا بس الحين أديك معلومة. الأستاذ سعد الذي ذكر إنه مثلاً إنه مندي وفيرمينيو تم التواصل مع أنا اللي أعرفه إنه إدارة النادي الأهلي لا كان في موجود صندوق الاستثمار ذيك الفترة ولا كان في إدارة في النادي الأهلي يعني اختيارهم ما تم من إدارة النادي ماشي الأهلي. ماشي طيب تفضل يا عثمان بترجع للمباراة ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير أبو نواف لكم، مساء الخير للزملاء الأعزاء الكرام، مساء الخير للمشاهدين والمشاهدات الأعزاء، وأقول ألف مبروك للنادي الأهلي، للزميل حسن، للجماهير وللاعبين والإدارة الأهلوية هذا الفوز الجميل. وإذا نظرنا إذا نبغى نتكلم عن المباراة ونظرنا للمباراة في الواقع أبو نواف اليوم يتأكد من مباراة اليوم والمباراة الأخيرة اللي قبلها مباراة أبها كلام قلناه هنا في الديوانية إنه الأهلي فريق، الأهلي لاعبين وأسماء، لكنه يحتاج الفترة الوقت الكافي وحتى يصل إلى درجة الانسجام ودرجة التجانس الكبيرة بين اللاعبين، وبالتالي يصبح يعني متكامل الأداء. وأعتقد أنه حتى إذا لم يصل إلى هذه المرحلة المرضية للجماهير إلا أنه واضح أنه في الطريق الصحيح وعناصره انسجمت مع بعض تؤدي أداء جيد، حفظ اللاعبين أدوارهم وتفاهمهم، وهذه النتيجة الكبيرة واحدة من الأدلة التي يمكن في الواقع الاستناد عليها، خاصة وأنه المباراة ما كانت أمام فريق سهل، حتى وإن كان الفيحة ليس هو الفيحة في المباراة وليس في مستواه، ورغم وجود غيابات في الأهلي لكن غيابات الفيحة واضح أنها والله الأهلي كان كويس يا أبو يعني رغم وجود غيابات في الأهلي، بس الأهلي كان كويس بغض النظر. أنا بقول لك هذه واحدة من عنده محاولات هجومية كانت موجودة في الشوط الأول، بس الأهلي كان في قمة حضوره. عموما هذه واحدة من المباريات التي تؤكد إنه الأهلي ماشي في الطريق الصحيح، وزي ما قال الزميل حسن لكنه في الواقع أيضا يحتاج إلى أن تستكمل خطوطه، يحتاج إلى أن يحصل على عناصر بمستوى أعلى أسوة بالهلال والنصر، على اعتبار أنه لابد أن يكون المعيار والمقياس واحد. بالنسبة لموضوع غضب الاتحادين والجماهير، أول شيء خليني أقول معلومة أنا يعني يجب ألا تغيب عن أي إعلامي وأي رياضي، هو أنه هذا النادي الاتحاد وأيضا الأهلي ليس صناعة هذا العام، الاتحاد صناعة 90 عام، يعني أنت تتحدث عن 90 عام، عن أجيال، عن رجال، عن إدارات، عن 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 جهود، عن أموال صرفت سواء من الحكومة حفظها الله على مدى سنوات وعمر النادي، أو من رجالات النادي وإداراته وأعضاء شرفه في مراحل كبيرة عظيمة، بدليل إنه الوصول إلى كأس العالم هذا الموسم باعتبار المملكة تستضيف وهو بطل الدوري، هذا المفروض بالنسبة للاتحاد الوصول الثالث ليس هو الوصول الأول. الاتحاد وصل قبل، تأهل لكأس العالم قبل هذه البطولة مرتين، مرة ما أقيمت 2004 ومرة أقيمت 2005 هو اليوم، وبالتالي يعني لا يجب أن 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 نحجر واسعا ونجعل إنه كأن الاتحاد لم تقم له قائمة، وحتى الأهلي لم تقم لهم قائمة أبدا في التاريخ وفي السنوات إلا بعد الاستقطاب وبعد الجهود الدعم الكبير اللي وصل في هذا الموسم للاتحاد وللأهلي ولكل الأندية، أمر تاريخي يتجاوز الحديث عنه والإشادة به والوقوف له تقديرا واحتراما، يتجاوز البلد، العالم كله يتحدث عن هذا الدعم، العالم كله يعني يغبطنا على هذا على 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 هذه على هذا الصرف، وبالتالي هذا لا يعني أننا يعني نقف عند حد معين، بالعكس هذا يرفع طموحنا ويرفع طلباتنا، لأنه الحمد لله عندنا خط أخضر مفتوح للأندية ومشروع رياضي كبير جدا مدفوع عليه يجعل طموحنا أكبر ويجعل رغباتنا كبيرة، وبالتالي على هذا الأساس حديث الاتحاديين هو على ما قاله رئيس النادي إنه طلباتنا لم تلبى، احنا كانت لنا طلبات، هذا اللي قاله رئيس النادي والى الان ما حط له رد عليه،
قال طلبنا فلان وفلان وفلان وما ما ما ما, ما, ما أعطونا وطلبنا محمد صلاح وطلبنا قالوا لنا ميزانيتكم خلصت. كيف الميزانية خلصت والسوق المبالغ السوقية اللي صرفت على الاتحاد قياسا بالهلال والنصر أقل. هذا هو منطلق الحديث وليس يعني. طيب إذا قالوا ما في ميزانية وش تفسر مفاوضات محمد صلاح إلى آخر ساعة؟ وش تفسر مفاوضات سيرجيو راموس إلى آخر يوم؟ وش تفسر التعاقد مع فيليبي آخر ساعة؟ إيش تفسرها؟ يعني معناته إنه لو كان قيل لكم مثلاً يا اتحاديين إنه خلاص ما عاد في ميزانية وشلون قاعدين يفاوضون هاللاعبين؟ يعني أنت في رأيك إنه هذا الكلام ما هو صحيح؟ ما لي علاقة، أنا قدامي وقائع وأنا يعني قدامي حديث رئيس نادي وما حد. بس أنا عندي سؤالي، أنت آخر ساعة جبت فيليبي ولا لا؟ جبت فيليبي. طيب فيليبي هذا كيف جابوه وأنت تقول إنهم قالوا ما عندكم ميزانية قضت؟ أشوف فيليبي أول شيء فيليبي مضروب، وبالتالي لا تتوقع إنه المبلغ اللي صرف عليه هو يعجز حتى إدارة. طيب محمد صلاح إلى آخر ساعة كان محمد صلاح إلى الآن ما حد أعطانا تفسير رسمي عن السبب في إنه لم. أبو صهيب أنت غيرت كلامك كله، هذا 180 درجة غيرته. يعني أنت كنت تقول وش اسمه وكنت غاضب، خلينا نقول درجة الغضب وصلت، ولا زلت أنا أقول هذا الكلام إنه هذه أخطاء إدارية واستبعدت. يعني توك تجيب إنه تقول والله إنه الإدارة قامت بدورها والحين إنه برنامج الاستقطاب قالوا لهم ما في لاعبين، كل هالكلام هذا أنت غيرته ليش؟ ممتاز يا أبو نواف، أنا لازلت أقول كلامي اللي قلته في الفترة على 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 المعلومات والمعطيات اللي كانت موجودة وعلى آراء الفنيين والمقترحات اللي كانت مطلوبة إنه غيروا فلان وفلان وفلان. لكن بعد ظهور رئيس النادي أنمار الحائلي إلى الآن أكد لك بعد ظهور أنمار الحائلي والمعلومات اللي قالها بوساعة وجه، قالها بقوة، قالها في كل القنوات، طلبنا وسوينا وقالوا لنا ما في، وقالوا لنا ما في ميزانية، وقالوا وحتى الآن لم يخرج مصدر رسمي ويرد ويقول هذا ليس صحيحا أو هذا كذا وهذا كذا. إذن أنا في هذه الحالة أميل إلى أقوال هذا الرجل. طيب. اللي قالها بقوة وشجاعة ماشي. أمام الملأ قبل ما نطلع من موضوع أنمار الحائل، يعني أنت تصدق أي كلام يقولها أنمار صح؟ كيف؟ أنت أي كلام يقولها أنمار صحيح؟ لا، مو أي كلام يقوله صحيح. شوف أنمار الحائلي مو أي كلام يقوله صحيح. لحظة في كلام يقوله وعندي معلومات عنه خلاص أقول لك لا. لكن في كلام ما لي خلفية عنه ويطلع ويقوله وفي جهات رسمية يرتبط بها هذا الكلام ولا تنفي ولا تصحح، أنمار صح. طيب أوكي، أنمار الحائلي خرج صوت وصورة وقال ديون الاتحاد 530 مليون شددت وزارة الرياضة. وليد معاذ خرج صوت وصورة وقال ديون الأهلي تتجاوز 200 مليون. يعني أنت تتكلم عن وزارة الرياضة سددت ديون الاتحاد والأهلي التي تتجاوز 700 مليون. هذا مو موضوع. لا لا هذا موضوع. لحظة ما هو موضوع أنا ذا ولا لازم لحظة خلي بكمل. طيب بكمل. لا أنت لا تخرجنا من الموضوع. أنت مخرجنا أنت الحين. لا تخرجنا. اسمعني. أنا قلت هنا وأنت موجود. اسمعني. وأنت موجود هنا. اسمعني. الله يرضى عليك أبو سعيد. لا تخرجنا من الموضوع. طيب خلينا بعلم. اعترض على هذه الديون. لحظة ولا أحد اعترض على السداد. لحظة سددوا للاتحاد وللأهلي وللنصر ولكل الأندية. لحظة ما بس الاتحاد والأهلي. خلينا نقول. هذا صحيح. خلينا نقول. الأهلي والاتحاد كانوا زبائن دائمين الأهلي والاتحاد كانوا زبائن دائمين في الفيفا، ومنعوا أكثر من المرة من التسجيل، ومنعوا من المشاركة وعدم الحصول على الرخصة الآسيوية والكفاءة المالية، وسددت هذه 700 مليون من وزارة الرياضة. اليوم عندما يأتي أي واحد ويجي ويتحدث ويقول أن النصر والاتحاد النصر والهلال أخذوا أكثر من الاتحاد والأهلي، هذا مو بصحيح. لا صحيح. صحيح. لحظة. طيب ما نبغى ندخل في صحيح ولا مو صحيح. صحيح. كل واحد قال رأيه. خلينا نكمل. طيب. صحيح في المرحلة اللي بنتكلم فيها. طيب. صحيح. أنا بكمل أنا علشان ما تقطع.
في مرحلة الصندوق. طيب أوكي. أما التاريخ والماضي هذا موضوع آخر. طيب أوكي خلاص. لا إحنا بنتكلم عن هذا. سريع أبو فهد عشان نسمع الباقي. أنا بخلص ما قدرت. مرحلة الاستقطاب. ما قدرت. لا تخرجنا من الموضوع، خلينا في الدائرة طيب. اللي إحنا فيها. ماشي طيب إذا استمرتوا كذا بنقل الكلام. أنا ما أختم لي بسرعة يا أبو فهد. أختم. ما قدرت. أختمها بسرعة. أبو بكر اليوم لا إله إلا الله. لا إله إلا طيب. الله محمد ماشي. رسول الله. فأنا أقول لك هذه 700 مليون سددت لصالح الاتحاد ولصالح الأهلي. لماذا أنا لم أذكر النصر؟ لأن النصر سددت عنه ديون والنصراويين معترفين بهذه الديون. ومن يقولون شكرا الاتحاديين ممكن. طيب. ويقولون شكرا. لكن الاتحادية والأهلاوية كل من قال عندنا واحد هنا ولا في قنوات ثانية قام يتحدث الأهلي أقل، الاتحاد أقل، نعم. الهلال أكثر، النصر أكثر. هذا صحيح. ماشي. هذا صحيح. هذه مرحلة. هذه أراهم. معليش طيب تفضل أبو ركان نرجع للمباراة الفيحة والأهلي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم احييكم واحيي المشاهدين الكرام. اليوم انا شفت مباراه الاهلي كامله، ومع انه كان في مباراه ليفربول وعندنا في الديوانيه اللي كنت موجود فيها ناس يشجعون ليفربول، لكن غلبناهم وتفرجنا على مباراه الاهلي. نعم. كانت مباراه جميله، والحقيقه اللي يشوف الفريق الاهلاوي الموسم الماضي كان في دوري يلو، والموسم هذا بينه وبين الثاني 3 نقاط، يقول اعجاز اللي صاير. التذمر أنا مو شايفة المباريات اللي حتى المباريات اللي خسرها الأهلي مباريات خسرها بأخطاء مندي وهو حارس عالمي يعتبر في سنوات طويلة كان حتى أفضل حارس في العالم ما في شك وجاب الشامبيونز ليج مع تشيلسي وخذ أفضل لاعب في أفريقيا كم سنة ما توفق بداية الموسم ليش سبب يعني إحنا ذي كلام يعني في ناس قالوا يمكن جايبين أخوه لما استعاد عافيته ومستواه حساسيته نعم الآن مندي على الأقل رجع مندي تشيلسي وأصبح سد منيع أمام الهجمات. تخيل أنه مندي هذا اللي يلعب الآن هو مندي اللي بدأ الدوري متأكد أن الرصيد النقطي للأهلي راح يكون أعلى. الأهلي أنا أشوف أنه يعني أنك يعني ما في فريق على فكرة إلا في حالة نادرة أنك تنتقل من دوري الدرجة الأولى وتصير بطل الدوري الممتاز. فأنت لو سألت أي أهلاوي قبل ما يبدأ الدوري أنت وين شايف الأهلي نهاية الموسم الجاي؟ أنا متأكد أنه يمكن كثير منهم حتى ما يحطوا ضمن الأربعة الأوائل. لكن هذا قبل استقطابات. قبل الاستحواذ. لا قبل الاستحواذ قبل استقطابات. إيه أكيد إنه قبل الاستحواذ. أقول لك. نعم. فأنت لما الآن الاستحواذ والاستقطابات جعلت الأهلي منافس على لقب الدوري، أعتقد إنه مفروض إنه يعني. وجعلت بقية الأندية دكتور. أنا معك. يعني جعلت الهلال متفوق، جعلت النصر متفوق. أنا معك بس. يعني معك بس. يعني لا الأهلي بس. لا بس خذني بحلمك، النصر والهلال كانوا يتنافسون على الدوري ال5 سنوات الماضية، يا الأول يا الثاني. الأهلي ال5 سنوات الماضية ما كان موجود. حتى في المنافسه الاول كان يصارع على الهبوط لانه كان يديروا دراسه فاصله. انا مش قاعد اقول لك بس انا قاعد اقول لك ان الاهلي النقله النوعيه من الموسم الماضي للموسم الحالي الهلال تحسن مستواه شوي. الهلال ترى الموسم الماضي كان ينافس على البطوله. النصر الموسم الماضي كان الثاني ولا لا؟ والسنه هذه لا زال الثاني حتى الان يعني. فالنصر مع الاستقطابات تحسن مستواه شوي. الاتحاد العام الماضي كان بطل الدوري، السنه هذه نزل مستوى شوي لأنه يفكر في كأس العالم وهذا شيء طبيعي. الأهلي القفزة النوعية اللي صارت فيه قفزة كبيرة. أنا أستغرب الأهلاوي اللي يتذمر ويقول والله أنت لما فيرمينيو أول مباراة في الموسم جاب هاتريك كل الناس قالوا خلاص هذا هداف الدوري. مندي أفضل حارس في العالم ما توفق بداية الدوري. الاستقطابات اللي جهد أنا ما أضمن لك، أنا أجيب لك اللاعب الكويس بس ما أضمن لك أنه يؤدي أداء مميز. السؤال يا أبو ركان الآن الأهلاويين أو الاتحاديين حسب الكلام اللي أنتم ذكرتوه وممارساتهم الآن بالمطالبة بأنه يكون في تصحيح لبعض الأوضاع صحيح. عندهم هذا سووه الأهلاويين سووه الهلاليين سووه النصراويين في بداية الموسم صحيح. يعني ليش تنكرون الحين على النادي الأهلي تنكرون على النادي الأهلي والاتحاد مطالباتهم اللي كانوا الهلاليين والنصراويين يطالبون فيها بداية الموسم؟ يا أبو نواف أنا ما أنكر، أنا قاعد أقول أنه اللي صار للأهلي قفزة نوعية وفي الشتوية بتصير قفزة أخرى والأهلي ماشي في الطريق الصحيح. هذه النقطة اللي هنتحدث عنها في الشتوية القفزة الأخرى هذه اللي طالب فيها مين؟ بتصير صدقني بتصير. شوف أنا أول شيء أنت لو عندك يعني الاستحواذ اللي سواه صندوق الاستثمارات العامة على الأهلي والاتحاد والهلال والنصر 75% بالتأكيد أنه ينظر الأندية نظرة واحدة، بالتأكيد أنه يبغى نجاح جميع الأندية. في أندية تساعد فيها الإدارات، في أندية يساعد فيها الإرث السابق للنادي،
وفي أندية لا قاعد يبنيها من جديد. الأهلي نادي يبنى من جديد. الأهلي لما صعد الموسم هذا ما كان عنده لاعب محلي يعني فاتح العين إلا يمكن ما أدري يمكن المجحد بس. هيثم عسيري. طيب أنت تتكلم الآن. مش موجود. الآن الأهلي جايب فراس البريكان. الأهلي أنا متأكد في الشتوي بيجيب اللاعبين محليين مميزين. فأنا أقول إنه أنت أنا أقول الأهلاوي يفترض إنه ينظر بعين الرضا ويقول اللي صار كويس. مثل ما قلت لك أرجع مرة ثانية أقول لك فيرمينيو ومندي اللي جابهم على أساس إنهم هذا هداف في ليفربول وهذا أفضل حارس في العالم ومع ذلك ما توفقوا. ماشي. وأتمنى إن إحنا نصبر لين الشتوية. يعني أنا أحيانا قد تكون ممكن تقول الضغط هذا هو الذي الشتوية. شباب في اثنين عندي للحين ما تكلموا ترى. بيجيبون. يا شباب حسن الاثنين ليه ما تكلموا. طيب لا لا حقكم محفوظ والله ما عليك حقكم محفوظ. نعم أبو ماجد احنا نتكلم على الأهلي اليوم 9 كلين شيت التسجيل 36 هدف في الموسم هو ثالث فريق في مسألة التسجيل. يعني هذا ينفي أي انتقاد للمدرب إذا كان عندك مثل هذه النتائج إذا كان عندك مثل هذا الحضور. مسى عليك ومسى على الزملاء والمشاهدين والمشاهدات. حقيقة أنا تفرجت المباراة من بدايتها. مبروك النادي الأهلي مبروك جماهير الأهلي. جماهير الأهلي حاضرة طبعا هو إثبات وجود النادي الأهلي جماهيره في كل مكان في كل مدينة. حقيقة مبروك مبروك ومبروك حضورهم والشكل اللي بيظهروا به كجماهير كعشق يعني حقيقة بيخليك إعجاب بالجماهير بطريقة الإعلام بالتشجيع بالأداء. بالنسبة لجماهير الأهلي مبروك لهم. فريق الأهلي أنا من المتابعين طبعا من البداية. المدرب ترى على فكرة الفيحاء اليوم في نقص شوية وكان خايف من المباراة وكان جاي من مباراة تقيلة. أعتقد مباراتين تقيلة في الأخير وتأهل لي. بالتالي حسيت الفيحاء انه راجع ورا ومدرب الاهلي اشتغل اليوم المباراه من بدايه المباراه على الضغط العالي من فراس البريكان بدايه لمكسب اللي كلهم كانوا بيضغطوا على الحارس بيضغطوا على المدافعين ضغط عالي قوي قوي جدا قبل الهدف الاول. يا ابو نواف والاخوان كلهم ممكن شافوا المباراه قبل الهدف الاول هجمتين ثلاثه اربعه كان ممكن تركب منها أهداف بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة والضغط والأوفر 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 بيضغطوا وبيلعبوا كرة. الحارس متميز في نادي الفيحاء. الحقيقة أنا تابعت المباراة فنيا بتكلم معاك بقول إيش يبغى المدرب ده ضاغط 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 فعلا. مين اللي توفق هنا؟ ماكسيمم طبعا اللاعب الكبير كبير. أنا جالس أطالع في كل خطوة يخطوها اللاعب ده في كل لمسة إيش الأوفر ده اللي برجله اليمين بالقدم اليمنى على رأس فراس بريكان سجل الهدف الأول. جينا الهدف الثاني إيش اللمسة هذه اللي برجله بالقدم اليسرى يستنى والتوقيت ويخش بها 18 كان ممكن يصوب. شوف الدقة الأوفر إلا ركز دحين قلت لك مين أنا ماكسيمان. الهدف الثالث برضو ماكسيمان أخذ الكرة وكان ممكن يسجل. انت ايش تقصد بالقدم اليسرى انه رفعها بالقدم اليسرى؟ حساس انه القدمين كلها شغاله عنده. أيوة. شوف اللاعب الكبير. في الوقت اللي رياض محرز اليوم الهلاويه رياض محرز الشوط الاول ولا حاجه صحيح ما كان حاضر بس شوف ايش عندهم مكسر. انا اللي اشوفه انه في حاجه نفسيه صارت توليفه كويسه انه هم بيضغطوا مع بعض زي اللي حلوا مشاكل عشان كده النتيجة ترى كانت النتيجة ممكن تروح لأكبر من كده. بس المدرب حب يريح وحب يسوي ويغير وكده وأعطى فرصة لفيرمينيو أكثر بالضبط على أساس إنه يبغى يثبت وجوده عشان الشهرة والاسم وممكن يفيده في لكن أعطاه أكثر من فرصة الحق لله المدرب هذا. بس هذا اليوم أعطاه فرصة حقيقية إنه ممكن تسجل في ظل تواضع ما أدري. أنا مستغرب الفيحاء كان الكرات العالية دي عندهم يعني فريق اليوم تفاجأت بمستوى الفيحاء. أنا ما أقول إنه الأهلي مرة رايح بعيد إنه فريق قوي قوي وما أقول إنه الفيحاء كان سيء مرة وإنه فريق سيء عشان كده لا العملية إنه الأهلي استغل حتى الشوط الثاني
من بداية المباراة في رأس البريكان راح للحارس، راح للمدافعين، المهاجمين كلهم بيضغطوا ضغط ضغط عالي. هنا نقول المدرب وصل لحالة إنه يقدر يسوي قوة هجومية زي ما تفضلت وقلت لي يا كابتن عبد الله الأهداف، عدد الأهداف. الحارس الأهلاوي مندي من يوم ما جاء وصار الدروب حقه أنا تكلمت فيه، قلت يا ناس ترى مو معقول كابتن يوسف عنبر معانا وزميله مدرب منتخب كان ومدرب النادي الأهلي وكان مع الحارس، أسأله شخصيا اتصلت به مرتين ثلاثة، كابتن يوسف معقول إن إحنا رياضيين بنتابع هذا الحارس؟ شوف إيه لا يكون في شيء في عينه، ما بيشوف الكورة ولا بيشوفه ولا في حاجة، أسأله كابتن يوسف عنبر وكامل الموسى بطريقة معينة كده بحكم العلاقات معقولة لأنه حارس كبير. إيش اللي لعب الأهلي؟ مدافعينه. أنت بتتفرج مباراة الفيحة اليوم برضو ترى كان في هجمتين ثلاثة أربعة بس ما رد عليك يوسف عنبر؟ لا قال حنسوي وحنسوي إلا شالوه أول واحد يوسف عنبر من الإدارة، شالوه من التدريب. كان معاهم هو في بداية المعسكر ترى، بعدين شالوه هو ونايف قاضي يعني. اللي حصل رد علي مندي الحارس نفسه إنه هو أنا أحسن حارس كنت في تشيلسي وأنا حارس موجود، شوفوا كل مباراة بيثبت إنه حارس ممتاز. المدافعين الأهلاويين الفكرة في أكثر من هجمة جات للفيحاء وكان ممكن تسجل منها، صحيح. في أكثر من هجمة. يظل التنظيم الدفاعي في النادي الأهلي أسوأ ما في النادي الأهلي في تشكيلة النادي الأهلي، التنظيم الدفاعي غلط غلط غلط. أما من كيسيه وفوق حقيقة تستمتع بالأهلي، نعم. تستمتع اليوم الشوط الأول الأهلي اللذيذ اللي زمان اللي كان يلعب الكورة بطل الدوري بطل الكأس الأهلي ده كان الشوط الأول. طبعا أنا ما بقلل من الفيحاء بس الأهلاوية كان بيلعب الكورة كده الشوط الأول بس، نعم. بالنسبة للكلام ده اللي بنتكلمه على شغلة الاستقطابات وما الاستقطابات واتحاد وأهلي طبعا وحدة واتفاق وشباب وفتح كل سنة وانت طيب. لا جاي نصيبهم إن شاء الله. ها؟ جاي نصيبهم. أكد؟ إيه ما حد نسيهم. لك الله يا وحدة. المهم خلينا نديك رأي في الموضوع ده أنا. الاتحادية أنا قلته من أول إنه العاطفة أخذتهم في الاستقطاب وفي البقاء. أصحى تقنعني رئيس مشجع إداري صحفي إعلامي إنه كانوا مهم متعاطفين مع الخمسة اللعيبة الأربعة اللعيبة بالذات قروهي حبيبنا وحمد الله هدافنا وروما بياكل الملعب وكونوا رادوا بيحرثوا مدريش والعاطفة خلاتهم نسوا إنه كاس العالم أكبر من كذا. حجازي لا تنسى. أيوة الكابتن حقنا أوكي. أنا خايف حجازي بكرة لو جري كهربا من جنبه ما يقدر يلفها ما يقدر يلف. أنا بتكلم فني وهم عارفين يعني أمس المباراة لعب المباراة مباراة طبيعية لأنه ما عندهم مهاجمين قبل يومين ما في مهاجمين يعني ما عندهم لا سرعات هذا الشحات يقص الظهر ده الشحات اللي هو المهاجم حق النادي الأهلي وكهربا السرعات عندهم بيلعبوا عليها بقوة ما أدري هيكون وراء في الخلف ما أدري يعني بقول لك العاطفة أخذتهم في الموضوع ده. بالتالي طبعا أنا ما أدري عن صندوق الاستثمار الاستقطابات كيف صارت الطريقة كلنا كنا بعيدين كلنا ترى الكل كان ما يعرف شيء لا نقعد نقول والله كنا نقول الهلال مين جايب النصر مين جايب الاتحاد مين جايب لكن أعتقد في الأول وفي الآخر الأب واحد وبالتالي بيوزع على أولاده الأربعة الغلة وزع لده وزع لده وزع لده وزع لده. لا بس في شركات الحين نتكلم على إدارة الشركات هذه ترى لها دور كبير يا يعني في هي قضية في بداية الموضوع اليوم أنا عندي أربع شركات اليوم أنا عندي أربع شركات تدير أيه. الأندية الأربعة هذه نعم فكل وشغله على فكرة كل وشغله هنا الشغل حيفرق إيه بس أنا ما يبي قضية والله بس هي دعوة جيبه وجيبه لا لا لما سألتك مثلا أربعة أبناء هذا شوية عقليته مع ناس هذا بشكته شو هذا خلفيته هذا استقطاباته كده هذا نقل فكرة كده من تداري الأربعة إيش اللي حصل لكن الأب عمره ما حيختلف إنه الأربعة كلهم بيدعمهم واقف معاهم ويبغاهم والدليل نجاح الأهلي هاي لما نقول الدليل نجاح الأهلي لما تغير 18 لاعب وتجيب بفريق زي النادي الأهلي الآن جايب الثالث
وبيسجل بالأربعة وبالستة وبيحضر والجمهور وكل شيء. معناه العمل صح. نعم أنا بتكلم كذا، العمل صح. نعم بس لما تكون عفوا لا لا بالله يا اخي اسمع سؤال بس والله العظيم عشان لا يا ابو ابو عبد خليه بس يا ابو اسمح لي صهيب الرجل يتكلم بس عشان كلامه اللي قاله ابغاه يجاوب طيب بس رد عليه بعد ما يخلص رد مو رد استفسر منه بس لما يكون الاب واحد وبيوزع بيعطي هذا ويعطي هذا الاربعه طيب لما يكون العدد يدي واحد سبعة ويدي واحد أربعة ايش ردك في يعني الحين انا معناته انك تحتري اجابه ايش ردك في هذه الحاله انا قلت لك انا بعد عشان كذا عشان كذا بعد عيسى الحين 40 دقيقه ما تكلم الرجال يا بعد الاستاذ عيسى تفضل يا ابو عبد استاذ عثمان شوف ابو نواف اني اذا سمحت لي اعود الى ملف السقف بسمح لك لين تبي بعجاله نعم ما بعجاله ولا خذ راحتك ان شاء الله بالنسبه للصفقات التاريخيه الصيفيه الى الانديه الاربعه الكبار التقييم يكون بعد رده الفعل من الصفقات وليس بعد نتائج الجولة الـ15 نجي لعملية التقييم للصفقات الأندية الأربع الكبار أثناء مثل ما قال أبو فهد أثناء ما كان سعد اللذيد أو غيره يشتغل بالنسبة إلى اللي هو صفقات الأندية نجي إلى الهلال وبعيدكم إلى التاريخ الهلال عندما تعاقد مع البرتغالي نيفيز الصربي سافيتش حتى لما جاء في البطولة العربية مالكم وايضا لما تعاقد ويا كوليبالي في ذيك الفتره تحديدا قيل حتى قيل بالنسبه الى الهلال انه مع المرحله الجديده لن ينافس الهلال في هذا الموسم وكان هذا الراي سائد وبدرجه كبيره جدا اعلاميا وجماهيريا انا باجي لك في في في, في, في البند الثاني بالنسبه الى الاهلي كل صفقه كانت بالنسبه الى الاهلي نقول ضربه معلم حتى بعد مباراة الأهلي الأولى أمام الحزم كل الأهلاويين لديهم إيمان كامل بأن الأهلي سينافس على اللقب إعلام وجمهور بالنسبة إلى النصر النصر أيضا مع الأسماء الكبيرة جدا والشهيرة بالنسبة للصفقات ماني أو بروزوفيتش أو الفوفانا لم يظهر أي صوت بالنسبة إلى النصراويين يقول نحن بحاجة إلى حارس مرمى الاتحاد إذا أنت نرجع فقط بالذاكرة بعد بنزيمة وكانتي كأن الاتحاد استكان. يعني ملك الدنيا ولم نشاهد أي ردة فعل بالنسبة اتحادي إعلامي أو جماهيري من يطالب اللي هو الجهة المعنية بالنسبة إلى الاستقطابات بجلب لاعبين آخرين راقب كانت هناك مفاوضات نعم ولكن كل الرأي السائد أن هناك أربعة أو خمسة لاعبين مثل ما قال الكابتن عبد الله خط أحمر وهذا يعني الفترة التاريخ أو الفترة الزمنية بالنسبة إلى رأي الاتحاديين ترى بقى أكثر من شهر أو شهر ونص في الأخير قبل 3 أيام أو 4 أيام بدأت. تنبه الجميع بأنه الفريق بحاجة إلى قلب دفاع وبالتالي عملية التغييب هي للصفقات أثناء الفترة الصيفية حنا اليوم في الفترة الصيفية كنا أو بعض الأندية أو خلينا نقول لك يا المهتمين بشأن كل نادي كان هناك الكل يصفق إلا حقيقة خلينا أكون يعني منصف باستثناء الهلاليين وأنا قلت إنه هذه العبارة إنه البعض قيل إنه في المرحلة الجديدة من اللي كرر من اللي قال هالكلام إنه ما راح ينافس وسائل التواصل الاجتماعي بس مقياس يا بس لا لا هل هو مثلا مستحي منك هل هو الإعلام الاتحادي قال كذا الهلاوي قال كذا النصراوي قال كذا أنا أقيم لك المرحلة بردة الفعل أثناء الفترة أثناء فترة الصفقات التاريخية أنا اليوم لكن أبو نواف مو ذنبي لما يكون المطبخ في الهلال واعي وعارف إيش يعمل ومطبخ آخر في نادي آخر عندما آتي أو تتملك يعني العاطفة تمتلك مثلا بعض الاتحاديين بعدم التنازل عن بعض اللاعبين أو مثلا بعض الأهلاويين اللي فقط في ملف اللاعبين الأجانب رغم أن الأهلي اليوم تفوق النصر من وجهة نظري وتفوق الهلال ليس فقط في العنصر الأجنبي احنا نسينا عنصر مهم جدا ترى العنصر المحلي في الهلال وفي النصر له دور كبير جدا صحيح. تسأل اليوم عن العنصر المحلي في الأهلي
تسأل اليوم حتى بالنسبة للاتحاد مع قضية المدرب البرتغالي الراحل سانتو مع الثلاثي للاعبين المحليين مع إصابة شرحيلي برضو أثرت لها، وخلينا نقول الثلاثي للاعبين المحليين اللي كان لهم دور في الموسم الماضي، مودنب أيضا اللي هو بالنسبة من وجهة نظري اللي هو الجهة المعنية بالنسبة لاستقطاب ملف اللاعبين الأجانب الاتحاد أو خلينا المطبخ الاتحادي والمطبخ الأهلاوي من وجهة نظري لم يعمل بالشكل المطلوب بالنسبة لنواقص الفريق وثغرات الفريق وحاجة اللاعب حاجة الفريق للمراكز التي يحتاجها، وبالتالي شاهدنا تضارب الأهلي بالورقة والقلم يا أبو عبد الله بنزيمة وحمد الله الأهلي حاسبها كمراكز من أفضل ما يمكن بالنسبة للاعبين احتياج الأجانب. احتياج كاحتياج كمراكز يعني الأهلي في حاجة مدافعين جاب، الأهلي في حاجة حارس وجاب، الأهلي في حاجة مهاجم وجاب، فبالتالي يعني عدم نجاح عنصر او عنصرين يعني مو معناته انه اني انا ما اشتغلت كويس. فيرمينيو اكثر صفقه اهلاويه تم الترحيب فيها اي صفقه. بس ابو عبد الله انت الحين قاعد الان تتكلم وكان الاعلام والجمهور هو اللي يقود الانديه. لا لا انا عندي زي ما تفضلت انت ادارات بالنسبه للمطبخ ادارات انا يهمني عمل الادارات ما يهمني رده فعل الجمهور، اكيد اني انا رده فعل الجمهور بتكون يعني بنبسط بلعيبتي بنبسط بواحد مثل فيرمينيو، لكن مين اللي يشتغل عندي هذا اللي نقول لك هو اللي يجيب اللي عندي هذا الكلام والدبره في هذا الكلام في كل نادي. لكن انا بالنسبه الى ابو فهد كلمه انه هو مع النتائج لما يكون اللي هو الفريق فايز نقول والله استقطابات جيده، وبالتالي انا ارجع في عمليه التقييم الى عمليه او ردة الفعل بالنسبه الى الانديه اعلام وجماهير بعد الصفقات في الفترة الصيفية. كل المنتقدين حاليا الآن بما فيهم الاتحاديين وبما فيهم الأهلاويين لم تكن ردة فعلهم في أبان فترة الصفقات التاريخية لم تكن كما هي في أنا أشهد عثمان لا عثمان لا معلومة معلش معلومة ناقصة احنا ناخذ في المجمل معلومة ناقصة يا أبو عبد الله في المجمل أنا أشهد العثمان صراحة من بداية الديوانية هنا في الدوري هذا في هذا الموسم كان عنده كثير من الانتقادات للعمل الفني الخاص بنادي الاتحاد. حناخذ فاصل قصير أشكرك أبو نواف شهادة على حقك والله يا أبو شهادة على التسفية حقك to thank our wonderful hosts. It was an inspiring week, great experience, and well, I would like to thank you. It was really a great experience for us all. And as has been said, we had the great honor to meet with His Royal Highness, which was one of the highlights of our mission. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen of the media, good afternoon. Thank you very much for being here with us. First, please let me thank the whole government of the Kingdom of Saudi Arabia for the, as my colleague said, for the incredible hospitality that you have shown us, and honestly for the incredible discovery that we have had over these past 5 days, not only of the kingdom, but its people, its wishes, its aspirations for the future. And I think when you hear me say that, you understand that we see an expo in 2030 fits in very well with the program of what we have seen this last week and how the development of the country has been moving over the last few years. As our chairperson said, of course, this mission will give its report to our executive committee in May, but I wanted to let you know that we have seen a project from the very top, from His Royal Highness all the way down the government, from every minister and every member of Saudi Arabia that we have met and we have spoken to, has an incredible support for this project. And I think that this is one of the key things that we look for. It has to be a project that is meant to be for the people of Saudi Arabia, a project where you will bring the world here, but you will be able to offer your own population the opportunity to meet the world
and to prove that the next step of Saudi Arabia is the Vision 2030, and hopefully to find out what the next section of the vision will be and what we can expect from Saudi Arabia in 2035 and 2040. There is no doubt that Saudi Arabia and that Riyadh has everything needed to host a successful expo. I think we saw that the expo project fits in perfectly with the developmental ideas of this city and of this country. We see that the project is part of a natural expansion of Riyadh towards the new airport, with a metro line that is already built and soon to be in operation that serves perfectly the needs of such an expo, which for us, of course, plays an important role in knowing that the infrastructure is something that is already here and is already ready to be used should you be chosen in November to host the expo in 2030. From that, honestly, I only have to say once again, thank you for the incredible hospitality that we have been shown. And fortunately, I'm one of the only people here that doesn't have to vote in November, so I can wish you all the best of luck at that General Assembly. I hope that you can really make the world understand what we have felt over the last 5 days, and I wish you the best of luck for this bid. Thank you very much. حياكم الله معنا في هذا الجزء من الديوانية. أذكركم بضيوفي: سعود الصرامي، عثمان أبو بكر مالي، حافظ المدلج، عبد الله خوقير، عيسى الجوكم، وحسن عبد القادر. الحديث لا زال مستمر عن مباراة الأهلي والفيحة اللي كسبها الأهلي بأربع أهداف دون مقابل. ايش تقول أبو فهد؟ أنا قلت ما حدث للأهلي حتى الآن معجزة رياضية. شوف، علشان أقول لك وأكد لك هذا الشيء، الأهلي في سنة الهبوط في 30 جولة جمع تقريبا 33 نقطة. اليوم في الدور الأول فقط جمع كم؟ 34 نقطة. شوف كيف؟ باقي جولة في الدور الأول. لا خلص اليوم، اليوم الجولة الأخيرة للأهلي، ما لعب اليوم مع الفيحة، الجولة 17. يعني شوف، تتكلم في قسم الأول للدوري جاب 34 نقطة. فالناس اللي تفهم كورة وتعرف كورة وتعرف كيف تبني الفرق ترى تعطي هذه نتائج. أما حكاية أني أنا يعني أسن سكة، يعني سكين النقد على كل واحد في الأهلي وكل واحد في لجنة الاستقطاب وكل واحد في وزارة الرياضة وكل واحد، ما يصير يا جماعة. ترى في شيء يعني اللي أنت قاعد تشوفه شيء معجزة اللي قاعد يصير في الأهلي. المقاييس مختلفة يا أبو مهد. معجزة والله، معليش، المقاييس مختلفة يا أبو مهد. عاد أنا أقول لك، أنت تستكثر على الهلاويين يطالبون بحقهم؟ أنا هم خذوا أكثر من حقهم. لا، ما أخذوا أكثر من حقهم. ليه أخذوا من حقهم؟ مين اللي يحكم أنه أخذوا أكثر من حقهم؟ أكمل أنا. أما بالنسبة للاتحاد، أساساً أنمار الحايلي يخشى من جمهور الاتحاد ولا يستطيع، على مسؤوليتي أنا، لا يستطيع إلغاء عقد حجازي، لا يستطيع إلغاء عقد قروهي، لا يستطيع مس عقد حمد الله، لا يستطيع مس عقد روما. عشان كذا هو جدد لهم. إذا هو رئيس النادي وما يستطيع، ما يستطيع لأنه يعرف جمهور الاتحاد أنه شرس. وعلشان كذا ترى الاتحاد مو صحيح أنه ما جاب إلا أربعة أو خمسة، جاب خمسة محليين، خمسة دوليين محترفين في كل أندية العالم، وجاب فيصل الغامدي أفضل موهبة سعودية قادمة، وحسن كادش بأكثر من 120 مليون. ناس يعني بصراحة أرقام مهولة. الجماعة يجون أنا أتفهم مثلا لما نادي زي الأخدود يقول الوحدة، الفتح، الاتفاق، الشباب، أتفهم. لكن الناس قاعدين، يعني أنا بس مجرد أني أنا صفرت لهم ديونهم وقلت للفيفا ترى ذولي ما عدهم جايينك، انسهم، حتى سحنات وجوههم لن تتذكرها. وسددت عنهم 700 مليون وخليتهم طال عمرك نظيف. أجي ألقى هذه الانتقادات وهذا التقليل من العمل، وهذا هذا الحقائق. لا تستكثر عليه، هذا الحقائق. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأني أخشى بعد 60-70 سنة وأنا مدفون في مقابر الخرج ألقى ناس ما يلقون مثل هذه الأشرطة، يروحون يستشهدون بالملاعب الترابية. إن إحنا ترى في عام 1300
وعشرين ما كانوا يدفعون لنا. الكلام هذا أنا أقوله للتاريخ. لا لا بس بعلق على اسمح لي أبو واحد واحد. شوف أبو فهد قاعد يستكثر على الأندية أن الطالب بجزء من حقوقها. الأهلي لا يعني أنا استكثر الناس خذت حقوقها. أنت تستكثر عليهم يعني من حق الأهلي إنه يطالب إنه يتساوى بقية الأندية، من حقه إنه يكون عنده مهاجم هداف، من حقه ليه يعني أنت تقول الهلاويين كأنك تقول الهلاويين بوسي يدك مش وقفة واصبروا على الثالث. لا الأهلي نادي كبير ونادي عريق ونادي مؤسس علشان نادي كبير عطيته ذا المليارات، ومن حقه يكون علشان نادي كبير عطيته ذا المليارات. خليه يكمل. لا لا علشان نادي كبير عطيته ذا المليارات. لا 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 معليش كمل كمل. أقل من غيره. الأهلي من حقه زي من حق جمهور الأهلي إنه يشوف فريقه في المقدمة. أنت كلامه فيها زي اللي يقول أحمد ربكم إنه في الثالث. لا ما هذا أوكي، شكرا للاستقطابات، شكرا الله يطول في عمر الدولة ويطول في عمر أمير محمد بن سلمان اللي أدى هذا المشروع العظيم، لكن هذا حق مشروع الأندية، من حق كل نادي إنه جمهوره يراه في منصة التتويج. وعشان تكون منصة التتويج لازم يكون عندك قيمة فنية عالية زي منافسينك بالضبط. أما تقول لا سدد ديونكم، الديون سددت على الجميع، كل الأندية سدد ديونها. يعني لا تستكثر على الأهلي وعلى الاتحاد إنه يطالبون ويأخذون جزء، هذا حق من حقوقهم مطلوبة. استكثار طيب عليهم وإنه أبقوا على هذا الوضع لا مو صحيح. تفضل والله عملية خلط الأوراق يعني يجب أن لا تمرر، يعني خاصة إنه الواحد اللي ينظر للأمور من زاوية واحدة ويخلط الأوراق ويقيم برؤيته، قد تكون رؤيته ما هي كاملة، قد تكون زوايا كثيرة ما هي واضحة له. إلى الآن ما في أحد خرج وأقنعنا إنه الأمور كانت بالنسبة للاتحاد كما يريد الاتحاديون إلى الآن. طبعا هذه كانت عندنا قناعة زي ما قال برضو عبد الله إنه كانت في عاطفة كانت واضحة وكنا نتكلم عن هذه العاطفة وكنا نرفضها، لكن بعد ما ظهرت لنا معلومات أخرى ويعني وتم الحديث عنها بتوسع وبأرقام وبأسماء، اعتقد انه من حق الاتحادين زي ما قال حسن ومن حق الاهلاويين المطالبه بانه تستقبل لهم الامور مثل غيرهم وتتساوى عمليه الدعم لهم مثل غيرهم. اما الدعم اللي قبل والدعم اللي حصل الان قلتها قبل واقولها، لا يوجد عاقل ولا يوجد حتى غير المتابع ينكر هذا الدعم او يجهل هذا الدعم او يقلل من هذا الدعم، بالعكس الدعم اللي وصل للانديه يفوق الخيال عند الجميع، لكن مع وجود ومع انه مفتوح. طيب عندي سؤال لكم، وبالتالي عندي يعني عندي سؤال لك، هذه هي اللي تخلي عندي سؤال لك والحسن تخرج. عندي سؤال لك والحسن، الانديه هذه تابعه شركات صح ولا لا؟ نعم مزبوط صح. والشركات هذه عندها ميزانيات وعندها ناس يعملون على تحقيق أهداف هذه الشركات صح ولا لا؟ نعم. أنتم ليش ناسين هذا الموضوع ومركزين فقط على لجنة التعاقدات؟ بالتأكيد في عمل إداري متساوي لهالشركات، أتكلم في الإمكانيات. أنتم ليش حصرين المسألة فقط أنها لجنة التعاقدات هي المسؤولة عن هذه الأندية؟ بناء على مين؟ في وسطنا الرياضي إذا كان الدعوة مو بواضح مفروض ما نتكلم في شيء أبد، لأن كل واحد الآن قاعد يقرأ وش اللي قاعد يصير يقول رأيه. اليوم أنت في صندوق التعاقدات في شركات، الشركات هذه عندها طلبات معينة، الطلبات هذه تم تنفيذها ولا لا؟ طيب تم تنفيذها انت بناء على كلام كلام حسن للهلال للنصر، بس ما تم تنفيذها للاهلي والاتحاد. هذا كلام صحيح؟ جزء منه مو كامل. هذا كلام صحيح؟ جزء. طيب كيف اقنعني انه الاهلي مثلا عنده كم لاعب من لجنه الاستقطابات جاء الموسم هذا؟ زي بقيه الانديه، الباقي على ثمانيه لاعبين صح؟ الباقي على الشركه ثمانيه لاعبين صح؟ مو كلهم، اتكلم ثمانيه بالمجمل ثمانيه صح؟ طيب الثمانيه لاعبين هذول شغل مين؟ مو بشغل اداره الاهلي ولا لا؟ في الدفع في الطلبات تكلم. في لاعبين جو قبل ما يجي المدرب قبل ما تأسس الشركة. ممتاز، بس جو بدون رضا اللجنة الفنية اللي كانت موجودة ماسكة الأهلي ذاك الوقت. ما في لجنة فنية اللي كانت، بس اللي كان ماسكها العنقري الإشراف. العنقري جاء بعد فيرمينيو ومندي. ممتاز، يعني فيرمينيو ومندي هذول جابوهم كذا بدون ما يشاورونكم. انا اللي اعرفه انه ما كان في من الاستقطاب. لا انا اللي اعرفه انه الاستاذ العنقري عنده أبداً خبر في الموضوع. انا مسؤول على الكلام ذا امامك. إيه؟ انا مسؤول وامام اي مسؤول. أيه؟ العنقري ما له علاقه بموضوع مندي وفيرمينيو ولا استشير لانه جاء بعدها. ممتاز، يعني الان هذول جو
من وقع لهم عقودهم؟ من اللي هتصدق مين انت؟ هتصدق مين ابو نواف؟ هنا انا هذا اللي اقول لك. دقيقه قلت لك ترى ما حد يعرف حاجه لما بيقول الاستاذ حسن معلش العنقري ما يعرف لا يعرف لا هذا. نحن كنا في فتره من الزمن اللي هي حقت الاستقطابات هذا الكل اكس مو عارف شيء مين اللي بيستقطب مين اللي بنسمع لكن مين اللي بيوقع ايش صار ايش قيمه العقود كلنا كنا بعيدين عن الكلام ده. لا الكلام ده ما هو دقيق من احترامي لك. طيب ادينا ارقام. احنا بنتكلم مين وقع معلك بالارقام معلك بالارقام معلك صوره وخلاص اعطيك حاجه بالحلال معلك بالارقام مش الموضوع كده معلك بالارقام يمكن جابوا لك عمل اداري انت مقتنع بالله يا اخي اسمعني يا حبيبنا في عمل اداري موجود في الانديه هذه ما هو كده سوالف يعني انا سمعت انه بس كده يعني. لا ما فيش اسمه بس كده لا يعني أربعة خمسة اجتمعوا قرروا بس القرار يرجع برضه هناك يتوافق ولا لا؟ اي ممتاز بس انت ترشح لي وانا اشوف هذا الموضوع بالزبط متاح بالزبط. من ضمن ميزانيتك من ضمن امورك اذا نرجع لنفس النقطه طيب إيه بس انت مو معناته ما في شغل اداري تفضل ايش تقول انا اختم لي الموضوع الشباب. الموضوع هذا اللي متكلم عنه مشروع دوله ما هو مشروع الاتحاد ولا مشروع على الاهلي ولا مشروع النصر ولا مشروع الهلال ما يمكن انه طيب. هذا طالما انه هو مشروع بلد انه الانديه هي اللي تقرر ممتاز لا المشروع هذا له اسس وله قواعد وله منطلقات تبدا طيب. من المشروع بعدين ممتاز. موافقه الانديه انا عندي الساعه الثانيه بدليل بس خلينا نكمل أيوة. هذه الجزئيه بدليل انه بعض الاسماء واللاعبين يعني الاتحاد ما جابوا الاتحاد المشروع جابه بنزيما اقصد بنزيما ما جابوا الاتحاد هذا ما يحتاج تشاور فيه احد اصلا وبالتالي يعني نفس الموضوع بالنسبه للاعبين اخرين ما يمكن نقول انه كل اللاعبين هو شغل ادارات الانديه لا المشروع له دور وحتى لو ادارات الانديه اذا اداره نادي عندها توجه خطا عندها اختيار لا يتناسب ولا يتوافق مع المشروع المشروع من حقه ومن واجبه انه يرفض طيب في لقطه لحظه انا عندي الساعه الثانيه بروح لمباراه الاهلي او الاتحاد والاهلي المصري في لقطه طلبتها انا في لقطة طلبتها اللي هي ضربة الجزاء ضربة الجزاء عطونا ضربة الجزاء يا شباب وتكلمنا قالوا لي اتحفظ ناس قالوا لي اتحفظ لا تتكلم لا تتكلم والدوري هذا مشاهد بالعكس بس ماشي اروح للخدود اللي تغلب على الطائي بهدف دون مقابل مباراه طبعا هذه من المباريات اللي 6 نقاط نقول مبروك للخدود صالح الفريقين وبالذات نادي الاخدود وبالذات نادي الاخدود حسين الزبداني عرضيه خطيره في المرمى يعني فوز في غاية الأهمية استفاد الأخدود من اللعب على أرضه نتيجة مهمة لهم تحسين وضعهم وصلوا الآن الأخدود إلى 16 العملية الآن ما بين العاشر وصاحب المركز الأخير تتكلم عن 7 نقاط فقط من العاشر إلى المركز الأخير الصراع قوي جدا شوف علشان كذا الحين الناس بيهتمون ترى بالمنافسة على الفرق الثلاثة لمن يبقى كل تأكيد ومن
ومن يبقى ومن يرحل. نعم. لكن أنا في الحلقة الماضية شفت في صدى لموضوع أنا اقترحته حق المربع الذهبي والعودة للمربع الذهبي. إيه. وشفت يعني حتى أنا في الأيام هذه أشوف إن فيه زملاء يعني فاتهم القطار أصبحوا معني يأخذون المقاطع ويعلقون عليها ويعني يبغون يستفزون واحد زينا. وأعتقد أنه لو مثلا العملاق النائم عاد الصراع لن يكون متكافئ. لكن أبا أكمل أنا ليش اقترحت للموضوع ذا؟ أنا اقترحت عودة المربع الذهبي ليش؟ لأني أنا مؤمن أن الرياضة الآن مرتبطة بالسياحة الداخلية السعودية اللي هي أحد أهم عناصر رؤية 2030. وإحنا أخذنا تجربة في مسألة السياحة الداخلية الصيفية في بطولة العرب اللي فاز فيها كبير العرب النصر، أن إحنا قعدنا نسمع اسم الطائف كثير وحضور جماهيري غفير والباحة وأبها. لما أنا أعيد هذا المشروع اللي هو مشروع المربع الذهبي وأربطه ثاني بالسياحة الداخلية وخلي الناس تتحدث عن السياحة الداخلية في الطائف والباحة وعسير، تشوف كيف الزخم الإعلامي للمناطق السياحية اللي أنت تشوفها. عشان كذا أنا أجدد اقتراحي أن المربع الذهبي سيكون عاملا مساعدا في إعادة الإثارة وإشهار السياحة الداخلية اللي هي أحد أهم عناصر رؤية 2030. هذا سبب اقتراحي. أبها والحزم يتعادلان بهدف لكل منهما. هذه المباراة خدمت غيرهم ما خدمت الفريقين. نتابع. الكرة واصلة في الطرف الأيسر من جديد، أيضا سليمان يحاول في هذه اللقطة، تبدو خطيرة الكرة بتعود في الجول. الله، نعم، إنه سليماني الذي يظهر ويعزف أجمل الأغاني، وهو الخامس على التوالي لزعيم الجنوب، لكن في هذا الموسم يبدو بأنه يعاني كثيرا. الكرة تتحضر وتسديد. الله، التصويب والهدف لصالح فريق أبها. طيب، هذه المباراة انت توقعتها ابو عبد الله انها تعادل، وفق المعطيات اللي كانت موجودة بالنسبة لك غياب لاعب غياب الحارس. الحارس بالنسبة نعم. أنا شوف، أنا أتفق مع كلمتك الأخيرة أنه من العاشر إلى الأخير. أول شيء الآن كل المباريات بالنسبة لهذه المراكز دخل طبعا وياهم الشباب، دخل وياهم أيضا أبها، كان بالأول مقتصر على حزم، على خليج، على 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 الأخدود، على الرياض، والراد، ها، والوحدة اليوم. لا، الوحدة خلها، الوحدة في السليم الحين، في السليم الآن، بس 19 نقطة خليه رجال شوي مرتاح. اوكي، معنا 19، لا 19 نقطة داخله في الحساب، يعني لا 22 عنده وحده، الاثنين او اثنين. فاكر كنت افرح بكل نقطه نجيبها، بقول لك انا فرحان سعيد انه بنحقق نتائج، لانه اللي قادم صعب. اللي قادم كله بكره الله يستر، كله مباريات 6 نقاط حقيقه. اليوم شاهدنا اللي هو الاخدود فوز، انا اعتبره 6 نقاط. التعادل ابها والحزم من وجهه نظري كل فريق منهم خاسر. نعم. التعادل لا يخدم الفريقين. ايضا نفس الشيء في نفس السياق مباراه السبت الرياض والخليج. مباريات الان في الجولات القادمه اللي مثل ما قال ابو نواف من العاشر الى 18 حتكون فيها اكثر اثاره من وجهه نظري من مباريات الوسط. نعم. بس رئيس طيب نادي رئيس معليش رئيس نادي ابها الدكتور احمد الحديثي بعد سلسله النتائج المخيبه للامال قال أنه في عملية غربلة كبيرة في نادي أبها سيشاهدها ويتابعها كل المحبين لنادي أبها أول ما تنطلق الفترة الشتوية اللي تقريبا بقي عليها 15 يوم. فأكيد أنه هناك لاعبين أجانب سيتم الاستغناء عنهم عن طريق نادي أبها، وسيكون هناك ممكن مدرب، أعتقد يكون المدرب الثالث. فهو أوضح أنه في عملية جراحية. نعم. كبرى لنادي أبها لإعادة التوازن للفريق. ماشي شباب، تكلمنا في موضوع الدعم ده، والله العظيم عطوهم الدعم حق أندية أبها، عطوا الناس والله العظيم إنه بخير الحين يا شيخ. والله بخير. أقول لك اليوم برضو من الملاحظات، احنا شفنا كيف الجمهور في مباراة أبها
يعني صراحة لا يليق، يعني لا يليق. أنت تبغى الفريق يتحسن نتائجه، صحيح أبها ما هو الآن يعني في أفضل حالاته الفنية، لكن عشان يرجع من الأساسيات أن يكون في جمهور حاضر. ما احنا قاعدين نشوف الجمهور في من أكثر من نادي، ولا بد أن الموضوع يعني يتم دراسته بشكل أدق، نتابع نشوف موضوع هل هي الأوقات أمور يعني نحتاج أنه نحاول نطور من الحضور الجماهيري. غدا الاتحاد يواجه الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، نشوف تفاصيل هذه المباراة في التقرير. في جدة يتألق المساء وتحشد الجماهير قواها، طوفان جارف كالموج ينبئ عن معركة قادمة في ربع نهائي كأس العالم للأندية. فالمواجهة الأولى تجمع نادي كلوب ليون المكسيكي بأوراوا ريد الياباني في مواجهة بين بطلي أمريكا الشمالية وقارة آسيا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة. ولا جدال في ذلك، فاليابانيون يعرفون ملاعب السعودية جيدا. أما كلوب ليون فيخوض التجربة للمرة الأولى ويرغب بلا شك أن يدون نتيجة الانتصار. حال الفريقين يبدو متشابها في آخر خمس مباريات، فأوراوا قد فاز في اثنتين وخسر ثلاثا، أما كلوب ليون فقد فاز في مواجهتين وخسر مثلها وتعادل مرة واحدة. الجوهرة المشعة تحتضن لقاء مختلفا وقمة عربية عالمية تجمع الاتحاد بالأهلي المصري عند التاسعة مساء. فأهلي مصر في آخر خمس مباريات فاز مرة واحدة وتعادل في أربع مواجهات، بينما فاز الاتحاد أربعا وخسر واحدة، ولكن كفة المواجهات التاريخية بين الطرفين تميل لصالح اتحاد جدة بعد أن تقابل الطرفان ثلاث مرات. تمكن الاتحاد من الفوز فيها جميعا، وكان آخرها الفوز بهدف دون رد في كأس العالم للأندية عام 2005. المواجهة أصبحت حديث الشارع الرياضي العربي، متوقع أن مدرجات الجوهرة المشعة ستشهد حضورا لافتا ربما يكون الأعلى في البطولة الحالية. كل الأمنيات للاتحاد بأن يتغلب على الأهلي المصري، مباراة في غاية الأهمية ينتظرها الجميع، وحضور جماهيري متوقع كالمعتاد من الجماهير الاتحادية، وأيضا حيكون بالتأكيد لشعبية الأهلي المصري ولكثافة وجود الأخوان المصريين في السعودية، حيكون لهم أيضا حضور مؤثر في هذه المباراة. أبدأ معك بركان عن المواجهة ورأيك فيها. قبل ما أبدأ المواجهة ودي أعقب على كلام أبو فهد عن مقترح إعادة المربع الذهبي. أنا أشوف أن من الظلم أن فريق يبذل جهد ويجمع نقاط وبعدين تجي تقول له والله تعال لعب مربع ذهبي. الفكرة هذه أقيمت في الدوري السعودي أعتقد 15 سنة وكذا. أنا أول ما جيت للاتحاد في يوم 1 شهر فبراير 2001 كان أول اجتماع لنا في الاتحاد، والأمير سلطان بن فهد الله يمسيه بالخير سألنا كأعضاء كل عضو وش الشيء اللي يتمنى أن يحقق في فترة الاتحاد. لما جاني الدور قلت أنا أهم شيء المربع الذهبي هذا يلغى، وفعلا الحمد لله ألغي ورجع الدوري الطبيعي اللي موجود في كل أنحاء العالم. فكرة أبو فهد للتنشيط السياحة أنا معها، ولذلك أنا أزيد على اقتراحه وأقول يبقى الدوري زي ما هو، والأربع الأوائل تعود لنا بطولة كأس ولي العهد وتقام بين الأربع الأوائل في أبها وفي الطائف وفي العلا وفي كذا، بحيث أنه بطل الدوري اللي يلعب موسم كامل 10 شهور ويجمع أكبر قدر من النقاط يأخذ البطولة المستحقة. كأس السوبر أصلاً، كأس السوبر أيضا من أربع أندية. نتكلم سياحة. كأس السوبر بطل الدوري وثالث الدوري وبطل. اللي هم غالباً اللي هم غالباً الأفضل. إيه بس أنا قصدي أقولك إذا تبغى أبو فهد فكرة عن السياحة الداخلية. يعني السياحة الداخلية بطولة كأس ولي العهد عزيزة على قلوبنا، والآن الأمير محمد بن سلمان اللي هما كان خاصة في قلوب الرياضيين الأربع الأوائل في الدوري يلعبون هذه البطولة لتكون بداية الموسم في منطقة باردة زي أبها أو كذا. ومثل ما كانت البطولة العربية ناجحة، أتوقع أنه بطولة ولي العهد كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه بين الأول والثاني والثالث والرابع، أعتقد أنها
فكرة جيدة. بالنسبة لمباراة بكرة أنا أعتقد أنها كانها بطولة نقدر نسميها أفرو آسيوية، بطولة عربية، نهائي عربي. الاتحاد هو بطل الدوري، أقوى دوري في آسيا، والأهلي المصري هو بطل أقوى دوري في أفريقيا، والاتحاد له صولات وجولات في آسيا، والأهلي المصري هو زعيم الكرة الأفريقية. أتوقع أن مباراة بكرة مباراة يعني عالية المستوى من جميع الزوايا. هي مباراة بين بطلين، هي مباراة بين جماهير غفيرة اتحادية وجماهير غفيرة أهلاوية مصرية. راح يكون المدرجات يعني مولعة من قبل المباراة، وراح نسمع هزيج من الطرفين. أتمنى أنها تكون هزيج رياضية ما يكون فيها مشاحنات، لأنه أحيانا الجماهير تطلع شوي على الخط، وبالذات الجماهير الأهلي المصري. أتمنى أن احنا نشوف في أرض الملعب عرض مميز. أنا توقعت أن الاتحاد بإذن الله يحسمها فارق هدفين، لأنه الأهلي صحيح قوي، ولكن الأهلي ليس في أفضل حالاته الموسم هذا، الأهلي المصري. الاتحاد عنده مجموعة من النجوم، أتوقع أنه تألق أي واحد منهم راح يفرق. يعني بمعنى آخر أنه بكرة ممكن لمسة عبقرية من بنزيمة، هدف زي هدف كانتي الثاني اللي سجله في أوكلاند، هدف عظيم جدا. ممكن تشوف لمحة من لمحات في كونرادو ولا حتى رومارينيو. أتوقع أن المباراة بتكون جميلة. الجماهير الناديين كلها جماهير عاشقة للرياضة. بكرة المدرجات حتكون أجمل حتى من يعني يكون في منافسة بين متعة المدرجات ومتعة المستطيل الأخضر. أشكر رابط الدوري المحترفين لتقديم المباريات اللي بكرة، بحيث نحن نتفرغ فعلا لمباراة الاتحاد السعودي الأهلي المصري، ونستمتع فيها بدون ما يكون بالنا مشغول مع مباريات أخرى في الدوري. عبد الله، أنا أقول هي هذه النسخة هي آخر نسخة بالنظام الحالي. في النسخة القادمة سيكون 32 فريق، وليس كما هو الحال الآن 7 أندية. فرصة من وجهة نظر حقيقة أيضا أن يسجل نادي سعودي آخر. آخر نسخة شارك فيها وحقق فيها نادي سعودي هي الوصافة. بالتأكيد نتمنى حقيقة أن يكون وهو طموح مشروع أيضا أن يكون الاتحاد الذهبية هذه المرة وليست الوصافة. اتفق مع أبو راكان، ربما أيضا تسجل مباراة الغد هي رقم قياسي في هذه البطولة من حيث الحضور الجماهيري. أتوقع أنه أكبر حضور جماهيري في هذه النسخة أو النسخ السابقة ستكون في 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 مباراة الغد. أتمنى أيضا حقيقة الرقم القياسي سجله في مباراة الافتتاح الاتحاد، لا حيكون أكثر من وجهة نظري. حيكون أكثر. الأهم من وجهة نظري بالنسبة للاتحاد، نعم احنا نقول انه الأهلي ليس في مستواه. الأهلي يعيش في الفترة الماضية 5 مباريات، 2 مباريتين لم يسجل، لديه عقم هجومي، لديه مشاكل مع مدربه. ولكن على الاتحاديين ايضا ان لا ينسوا ان الأهلي فريق له شخصية، فريق يمتلك في 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 مثل هذه المباريات الخبرة، يمتلك مثل هذه المباريات الطموح، فريق شخصيته داخل مستطيل الأخضر ليس بال يعني ليس بالفريق السهل. نعم تاريخيا علو كعب الاتحاد 3 مباريات لعبها أمام الأهلي المصري كانت هي بالنسبة إلى لصالح الاتحاد في 3 مباريات، على عكس حقيقة أنه هو مباريات الأهلي المصري مثلا لعبوا يا الهلال 7 مباريات، فاز في 3، تعادل في 2، خسر في 1، لعبوا يا الأهلي فاز في 1 وتعادل في 1، إلا يعني الأهلي المصري لم يتسنى له الفوز على الاتحاد من بخلاف الأندية السعودية الأخرى. ولكن وجهة نظري أكثر ما يعني يخشى عليه أو فريق الاتحاد من وجهة نظري أن لا ينسى شخصية الأهلي داخل المستطيل الأخضر مهما كانت ظروف الأهلي المصري. طيب أبو ماجد، مباراة طبعا نتكلم، كنت تقول أنت الأطراف الأهلاوية والشحات وكهرباء. أيوة يعني أنت يعني خلينا نقول لك متابع الأهلي. بدقة، وعندي ثقة في نجوم الاتحاد. كرياضي يعني وفني برضو بتكلم، إنه اللي زي كانتي وفابينو وروما وبنزيمة حيشيلوا لك المباراة بكرة إن شاء الله. الطبيعي إنه يشيل المباراة. أنا فلان
هذا ماي نيمز، هذا اسمي في العالم أنا فابينو، وهذه المباريات مزاعة على مستوى العالم، وحضورهم بكرة عشان يبغوا المرحلة اللي بعد كده هيواجهوا فريق قوي النادي الأهلي. بس النادي الأهلي فعلا مو النادي الأهلي اللي هو في السابق التقيل اللي عنده نجوم. مع العلم زي ما تفضل أستاذ عيسى، الاتحاد كسب الأهلي وكان أقوى تيم للأهلي في اليابان 1-0، سجل هدف محمد نور نعم يستر الخير، وكسب الأهلي برضو في أستاذ القاهرة في سوبر حق الرئيس المرحوم حسني مبارك والملك فهد الله يرحمه، حاجة زي كذا هو مطرود منه لاعب. أيه يعني الاتحاد له حضور كعب عالي، ونحن كعبنا برضو على الكرة المصرية حتى كمنتخبات يعني نحن في كاس عالم كسبنا مصر، في كاس العالم القارات كسبنا مصر، يعني لنا حضور، حضور الشخصية دي موجودة. أضف إلى ذلك الجماهيرية الاتحادية، ترى حضور جمهور الاتحاد بكرة وحضور جمهور الأهلي زي ما تفضل الدكتور بيقول لك هنستمتع وحنشاهد، بس يا ريتنا نخرج عن الروح، لأنه عندنا النظام وعندنا الأمور مرتبة، يعني ما تخشى أنه يحصل أي حاجة في المباراة. بس فعلا حضور الجماهير الأهلاوية وتفاعلهم مع فريقهم، أضف إلى ذلك حضور الجماهير الاتحادية بالقوة وتفاعل مع الفريق، بس فنيا بشكل عام أنا بقول لك نجوم الاتحاد لن يستغنوا. نرجع برضو التنظيم الدفاعي في الاتحاد، هي هذه النقطة الوحيدة اللي تخوف، لأنه بيلعبوا عن طريق السرعات. الأهلي، الأهلي بينقل كرة بسرعة للأمام وعلى طول، يعني مو النادي اللي بيستعوذ يلعب ما في تحضير، ما في تحضير، لا 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 لا، النادي الأهلي لعب مباشر طويلة، والسرعات عندهم أهم شيء. أكيد مدرب الاتحاد، أكيد لعيبة الاتحاد، نحن بنتكلم عن لعيبة قيمة في نادي الاتحاد، كانتي وفابينو ترى في وسط الملعب، ما هم لاعبين كبار ويبغوا يكسبوا وعارفين، ومدرب كبير وجمهور وملعب وبطولة كبيرة، بالتالي لازم الحضور حيكون. يعني أفشة ما يقدر يوقفهم؟ لا معلش، كل سنة وانت طيب. يعني هم أفضل من أفشة لعبتنا؟ فارق كمان يعني بلس أي الاتحادية؟ والله شوف أنا أشوف ترى سهل أنك تخليهم يعترفون على طول، وترجع وتعيد سهل يعني. أنتم مشكلتكم الهلال والنصر. أنا ما بحكيك عن الهلال والنصر، أنا بحكيك عن الأهلي والنصر. يعني يا أبوي أبو ماجد، أنا لاجب سيرة الهلال ولا جب سيرة النصر، أنا جب سيرة اللي بيلعبون بكرة زي الهلال والنصر، مهما يسوي النصر يا أخي مالك الهلال، والهلال يقول النصر. طيب رجعوني للمباراة شباب، أنا ما بحكي لا على الهلال ولا على النصر، رجعوني للمباراة بكرة. أفشة ما حيكون. أنا لست وصيا لا على الهلال ولا، أنا وصيا على الحقائق، على خلف أنا قلت لك والله الحقائق، نحن اللي جبنا الكورة، المفروض نحن نكون أول فريق. شكرته الوحدة، نحن نكون أول فريق ندعي. طيب. واللون الأحمر ولا أبيض بس خلاص. ممتاز. لا خلينا نتكلم. لا 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 ممتاز. 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 أنت كنت تتكلم عن فابينيو أبو مناوف. كان يتحدث عن فابينيو. لا لا لا. ويتحدث عن كانتي. لا هذا هو. لحظة بكملك طيب. هذا هو حزام الوسط الاتحادي. قلت لك هو أفضل من أفشه اللي هو الآن أفضل لاعب في النادي الأهلي المصري، اللي صاحب الهدف اللي يسمونه هدف الصدمة عندما فاز الأهلي على الزمالك. نقارن أفشه لاعب محلي. طيب. نقارنه بفابينو وكاتينو يا أخوان، ناقشنا ناقشنا ساعة كاملة في هذا الموضوع أبو فهد، أبو فهد ناقشنا ساعة كاملة في هذا الموضوع. عندنا حراسة كويسة الشناوي، عندنا من عندنا وش عندنا في النادي الأهلي؟ لا عندنا قروهي، بس قروهي منخفض مستواه بحيث أنه بس عندنا وجبت عندنا من عندهم 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 إيه عندهم وعندنا عندهم وعندنا عندنا إيه قروهي أيوة عندهم شناوي أنا بتكلم عند لأنه هذا طب نادي الوطن بكرة ونادي الشعب اللي إذا رحت بكرة القاهرة مش بتقول لا 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 اتحادي الكل بكرة اتحادي نعم طيب ماشي حسن تفضل أول شيء قبل ما أتحدث أنا بس بوضح نقطة ذكرتها في برنامج الأمس وللأسف إنه يعني اشتز المقطع وأخذ في غير سياقه اللي تحدثت عنه كان حديثي يعني المقطع في الناس حرفوا المقطع أو ذكروا أن أنا أن مستكثر على الاتحاد الفوز وأن ليه الاتحاد يفرح هذا الكلام ما كان مغزى كلامي أبدا لو أخذوا المقطع بالكامل
كنت أتكلم إنه الاتحاد المنافس اللي قابله في مباراة الأولى مو المنافس الحقيقي اللي تبني عليه قوتك وإمكانياتك. قلت إنه الاتحاد يجب أن ينتبهوا أن يوقفوا هذا الفرح المبالغ فيه، لأنه المنافس القادم فريق صعب الأهلي المصري. رؤساء الأندية نفسهم لما يطلع بمباراة يفوزوا بطولة يقول لك وقفنا الأفراح لأن عندنا بكرة مهمة أخرى، هم رأس الأندية. ما بالك أنا قلت أنا لا يمكن، يعني ولا أرجو أني أقلل من الاتحاد ولا فوز الاتحاد ولا جماهيرية الاتحاد ولا أهمية الاتحاد ولا فرحته في أول بطولة في أول فوز، لا من حقه يفرح، بس أنا كنت أحذر من مرحلة قادمة أصعب. لو شعرت أنك أنت خلاص وصلت للكمال خلال المباراة الأولى اللي الفريق فيها الآخر مو مقياس، معناك قد تسقط في الخطوة القادمة لا سمح الله. فهذا كان حديثي بكر، لكن للأسف بعضهم شخصنوها وصار يرد بكلام غير لائق إنه فيسترجعوا انه انت قلت ذكرت وقلت فريق من يلو، ما يعيب الاهلي ولا يعيب اي فريق سعودي كلهم على العين والراس. انا قلت احذر انه الفرح المبالغ فيه لانه عنده مهمه صعبه يوم الجمعه مع فريق الاهلي المصري. هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا كما ذكر الكابتن عبد الله، انا اعتقد انه القيمه الفنيه للاتحاد داخل ارض الملعب اعلى من القيمه الفنيه للاهلي المصري بحكم تواجد عدد اللاعبين الاجانب الاكثر في الاتحاد. الاهلي المصري ما في الا 3 لعيبه اجانب هيلعبوا في المباراه، لكن تظل مباراه صعبه وهي مباراة الهدف الواحد. أنا أتوقعها، أتوقع بكرة اللاعب الكبير القيمة الفنية يظهر في المباراة الكبيرة. أتوقع بكرة أنها تكون مباراة بنزيمة وكانتي، هذا توقع شخصي مني أنا، وأتمنى الفوز للاتحاد بمشيئة الله. طيب عثمان بكر مالي، المهمة بكل تأكيد صعبة لتاريخ النادي الأهلي لقيمة النادي الأهلي، لكن أيضا الاتحاد عنده الكعب العالي على النادي الأهلي المصري في أكثر من مواجهة، ومنها مواجهة كان الاتحاد ناقص مثل ما ذكرتها في مباراة السوبر. نعم طبعا هي مباراة بكرة مباراة مهمة جدا، وأنا أقول إنه المهمة للاتحاد في بطولة كأس العالم تبدأ غدا، تبدأ من هذه المباراة. وبالتالي يعني مطلوب من اللاعبين إنه يقدموا كل ما لديهم واستشعروا بالمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، ليس اتحاديا فقط وإنما على مستوى ممثل الوطن في هذه البطولة اللي نستضيفها، وحتى من مصلحة البطولة يعني أن يتجاوز الاتحاد بحول الله وقوته هذه المباراة ويستمر في المباريات القادمة. هي مباراة مهمة جدا وصعبة جدا، لكنها ليست مستحيلة. صحيح الأهلي المصري كمتابعين نشوف أنه هو ليس في أحسن حالاته، لكن هذا بالنسبة له قد يكون حافز، وهذا شفناه حتى في نهائيات بطولة أمم دوري أبطال إفريقيا، لما كان الأهلي أيضا في ما هو في أحسن حالاته ونتيجته كانت سلبية على ملعبه، لكن استطاع في الواقع أنه لا تنسى الاتحاد برضو ما كان في أحسن حالاته بالضبط. أنا جايك في هذه، ونفس الكلام بالنسبة للاتحاد إلى ما قبل انطلاق هذه البطولة كان في ليس في أحسن حالاته، عنده غيابات وإصابات، ولا تزال الغيابات والإصابات، يعني اللي كانوا يتغنوا الاتحاد يشارك بعشرة لاعبين أجانب، سبحان الله أصابت أعينهم والاتحاد اثنين من اللاعبين خرجوا من البطولة قبل ما تبدأ، خرج فيليبي وخرج حجازي. قلنا ما شاء الله وبيسجل خرج حجازي، خرج فيليبي وخرج أبو فهد، قال لي عبد الله قول ما شاء الله، خرج فيليبي وخرج حمد الله، وبالتالي يعني لكن الأسماء الأخرى إن شاء الله تستعيد عافيتها، خاصة الأسماء تعود للتو إلى 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 المباريات بعد غياب بسبب الإصابات مثل كانتي ومثل روما وفي مقدمتهم طبعا الكابتن أحمد حجازي. أرجع أقول إنه المباراة هي بداية المهمة، وهي مباراة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير من قبل جماهير الاتحاد التي ستكون حريصة على أن تستمر مستحوذة على المدرجات كما هي عادتها مهما كان الفريق المقابل، وأيضا في ظل الرغبة الذاتية لدى اللاعبين والأسماء الكبيرة التي في 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 الفريق والتي في الواقع يجب أن تعمل وستعمل بتفكير احترافي لأسمائها وللفريق والمناسبة التي يشاركون فيها. وأنا أخشى والعياذ بالله غدا لا سمح الله من ظروف المباراة، لكن غير ذلك طيب خل خشيتك إن خل خشيتك إنه بعد الفاصل، احنا لسه حنواصل في مباراة الاتحاد والأهلي.
لكن ناخذ فاصل قصير نرجع نكمل معكم. To thank our wonderful hosts. It was an inspiring week, great experience, and well, I would like to thank you. It was really a great experience for us all. And as has been said, we had the great honor to meet with His Royal Highness, which was one of the highlights of our mission. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen of the media, good afternoon. Thank you very much for being here with us. First, please let me thank the whole government of the Kingdom of Saudi Arabia for the, as my colleague said, for the incredible hospitality that you have shown us, and honestly, for the incredible discovery that we have had over these past 5 days, not only of the kingdom, but its people, its wishes, its aspirations for the future. And I think when you hear me say that, you understand that we see an expo in 2030 fits in very well with the program of what we have seen this last week and how the development of the country has been moving over the last few years. As our chairperson said, of course, this mission will give its report to our executive committee in May, but I wanted to let you know that we have seen a project from the very top, from His Royal Highness all the way down the government, from every minister and every member of Saudi Arabia that we have met and we have spoken to, has an incredible support for this project. And I think that this is one of the key things that we look for. It has to be a project that is meant to be for the people of Saudi Arabia, a project where you will bring the world here, but you will be able to offer your own population the opportunity to meet the world and to prove that the next step of Saudi Arabia is the Vision 2030, and hopefully to find out what the next section of the vision will be and what we can expect from Saudi Arabia in 2035 and 2040. There is no doubt that Saudi Arabia and that Riyadh has everything needed to host a successful expo. I think we saw that the expo project fits in perfectly with the developmental ideas of this city and of this country. We see that the project is part of a natural expansion of Riyadh towards the new airport, with a metro line that is already built and soon to be in operation that serves perfectly the needs of such an expo, which for us, of course, plays an important role in knowing that the infrastructure is something that is already here and is already ready to be used should you be chosen in November to host the expo in 2030. From that, honestly, I only have to say once again, thank you for the incredible hospitality that we have been shown. And fortunately, I'm one of the only people here that doesn't have to vote in November. So I can wish you all the best of luck at that General Assembly. I hope that you can really make the world understand what we have felt over the last 5 days. And I wish you the best of luck for this bid. Thank you very much. البطولة الأقوى على أرض المملكة، ذات التاريخ المفعم بالقصص والتحديات، ولقاء الجماهير العاشقة بنجومها من أبطال قارات العالم. هنا جدة، حيث كأس العالم للأندية 2023. ننطلق في رحلة الشغف لتغطية يومية وسط المونديال، والتجول حول الميادين المفعمة بالجنود وفرص الانتقاء بالعشاق من حول العالم. حلب المونديال يأتيكم يوميا من 12 حتى 23 من ديسمبر
الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة على شاشة القنوات الرياضية السعودية. حياكم الله معنا في الجزء الأخير من الدوانية. حياكم الله في الجزء الأخير من الدوانية، الحديث عن مباراة الاتحاد السعودي مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية. وصلنا عندك يا أبو فهد، رأيك عن هذه المباراة وتوقعاتك لها؟ شوف، أنا أي شيء أبغى أقوله تحت الهواء زي فوق الهواء. أنا لو أبغى أتمنى أن الاتحاد يخسر تمنيت، ترى ما عندي مشكلة أنا. وما يهم الاتحادين أمنياتك يا أخي. اليوم تركت قاطع كثير، خليني أكمل. أمنيات الاتحادين، خليني أكمل بس. خليني أكمل. أمنياتك ما تهم الاتحادين، خليني أكمل بس. لا اليوم ولا أمس ولا بكرة. خليني أكمل بس، خليني أكمل. يوم أن الكلام يروح ويجي، أولا أنا اللي أنا خاف على الاتحاد من واحدة، هذا اللي قاعد يصير من الاحتفالات الكبيرة وهذا التخدير اللي صاير، هذا ممكن ينعكس انعكاسات سلبية جدا جدا على الفريق، لأنه أنت قاعد تشوف احتفالات طاغية وتخدير كبير، وكأن الفريق يعني حقق كل الأماني، والفريق ترى في خطوته الأولى يعني لسه الفريق ما في احتفالات. ما شفنا احتفالات، خلينا نكمل. ما شفنا احتفالات. طيب خلوا يكمل كلامه وبعدين ردوا. لا مكملين يا اخي، خلوا يكمل يا شباب، خلوا يكمل. والله العظيم ذا ناس غريبه صدق، صحيح ناس غريبه والله. انت اغرب شيء، انت اسمعني يا اخوي انت اغرب واحد في الحياه كلها، في الدنيا كلها. خلاص تخلط الامور يا اخو. لا هذا في رمضان وتقول هذا ناس غريبه، اسمعني ناس غريبه، هو اغرب واحد. معليش خليه يكمل كلامه. يعني المشكله الحين لو اني الحين اعطيته الوجه القبيح ما عاد تبرد، علشان كذا انا اقول لك اسكت. بس عندك جرح على الوجه. ما في عندنا وجه قبيح ان شاء الله. احنا ما قدرنا نكمل يا اخي، هذا يبغى ياخذ اي دور على الناس. هذا واحد. اثنين، لا تخلط الاوراق. الحاجه لا اله الا الله. ابو فهد كمل كلامك. لا اله الا الله. كمل كلامك ابو فهد. لا اله الا الله. هذا واحد. اثنين، الحين الاتحاد الدولي قاعد يلعب الاتحاد كل 72 ساعه. لعبه يوم الافتتاح وبيلعبه بكره، وإذا فاز بكرة بيلعب يوم 18، وإذا لعب فاز يوم 18 بيلعب الختامي. ولو لجنة المسابقات المحلية هي اللي خلت الاتحاد يلعب هالأربع مباريات الثقيلة في 10 أيام، كان شفت مطالبات بإقالة لجنة المسابقات، مطالبات بإقالة رابطة المحترفين، مطالبات بإقالة رئيس اتحاد الكرة، مطالبات بإقالة الأمين من اتحاد الكرة. وهم رجعوا لنا العبارة لك الله إلى الاتحاد، وأنا مسدد عنهم مليار. طيب أبو فهد لا تروح تجي على هالموضوع. أنا أقول لك علشان كذا. إيه بس لا تشيطن، لا تشيطن. لا طب خلني يا أخي، أنا موجود يا أخي. في مذيع. يا أخي خلني لو سمحت يا أبو. أنا عارف أنتوا إيش تبون. ترى هدفهم يبغون يقولون لجنة الاستنطاب في النهاية مئات الملايين هذه حطوها في خزينة النادي، وخلوا النادي وإدارة النادي هي اللي تدير هذه الملايين. هذا الكلام تكلمنا في هذا الموضوع، تكلمنا ساعة كاملة. مهما حاولتوا أن تضغطون لن يحدث. طيب بفات تكلمنا هذا الموضوع ساعة. الشغل الآن شغل الاستدامة المالية، مش شغل النوتات والبقالات. طيب تفهمون ولا ما تفهمون؟ هذا الكلام. رجعني لموضوع المباراة. شيء ثاني، أنت ليش تشيطن الاتحاديين بس لحالهم؟ يعني الآن وليش هم يشيطنون سعد اللذيذ؟ يا أخوي وليش يشيطنون سعد اللذيذ؟ وليش يشيطنون وزارة الرياضة؟ وليش يشيطنون البي آي إف وقاعدة تصرف عليهم؟ ما يخالف. ليش؟ أفهم أنا. ما يخالف. ليش؟ أنت ليش يبغون يرجعون؟ ليش يبغون يرجعون الأندية إلى طال عمرك يصيرون زبائن دائمة في الفيفا؟ ممتاز. وتحت الديون. قلت رأيك يا أبو فهد. أنا أقول لك هم جايين يشيطنون هذه الثلاثة اللي قاعدة تصرف عليهم. معليش. قاعدين يشيطنونها. ويشوهون صورتها. يا أبو فهد. كل يوم يجوني هنا يشيطنونها. طيب. لازم أرد عليهم. طيب رديت أنا عليهم. أنا مواطن سعودي لازم أرد على مشروعي. طيب. ممتاز. ودافع عنه بقوة. وهم مواطنين سعوديين بعد. هم مواطنين. طيب. لا يشوهون المشاكل.
لا 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 انت هذا ما يفعلونه. انت تتكلم عن وجهه هذا نظرك ما يفعلونه يا ابو فهد ويشهد عليهم التاريخ وألسنتهم. ممتاز ابو فهد تكلم بوجهه نظرك، الباقيين ما لك علاقه فيهم. هم عاد خلوني اكملها ما عليش. كل واحد له رايه، كل واحد له رايه، كل واحد له رايه، كل واحد له رايه. نعم له رايه ويحترم اكيد ان كل راي واحد كل واحد يحترم. انا لي رايي واحترم. ممتاز اعطيناك الفرصه انك تقول رايك. انا ارد عليك الان واقول انت حاط الاتحاد حاله الان قدامك والاهلي نطلعهم نطلعهم انهم هم اللي يشتكون وهم اللي يحكون ونطلع البقيه ملاك. أنا مو صحيح. أبختصرها لك، اي واحد بيشوه هذه المشاريع انا اول من سوف يتصدى له. انت اكبر مشوه للمشاريع هذه. اكبر طيب. مشوه للمشاريع. ممتاز ممتاز. ابو بكر لا اله الا الله. يا شباب رجاء يا اخوان الاحترام موجود بين الجميع. خلاص انا قلت اللي عندي يكفي. طيب نرجع للمباراه. ابو عبد الله حبيبنا يعني الكلام عن الاهلي مو في وضعه، الاهلي مو في افضل حالاته، وكان هذا يعني السبب في انه الاتحاد يفوز. انا هذه ما حبيتها بصراحه. صحيح. اليوم انا عندي فريق قوي عنده لاعبين كبار وعنده طال عمره كل المقومات انه يكسب الاهلي حتى والاهلي في افضل حالاته. يعني هذه يعني الحاله مشكله انها لو صارت. واكيد انا اتفق مع عبد الله خوقير ان اللاعبين اللي موجودين في نادي الاتحاد عندهم الخبره الكافيه لن يؤثر عليهم مثل هذا الامر ولن يؤثر عليهم مثل هذا الطرح. لكن في النهايه احنا لازم نراهن على فريقنا اكثر مما نراهن على ظروف الاهلي المصري. بالتاكيد احنا بالنسبه لقوه الاتحاد قلنا انه بالنسبه كلاعبين اجانب هناك مسافه ما بين اللاعبين الاجانب. خلينا نستعرض اجانب الاهلي المصري عشان الصوره واضحه. هم عندهم 6 اجانب 4 اجانب فقط في القائمه. ديانجي اللي هو المالي، معلول التونسي، بيريستاوا افضل لاعب افريقي اللي حصل في جوائز الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي، وعندهم الفرنسي موديست اللي هو المهاجم. وقلنا احنا نتحدث انهم يعني الهجوم عقيم كان بالنسبه للنادي الاهلي في المباريات الماضيه. هم انا وجهه نظري يعتمدون على لاعبين دوليين، وهؤلاء اللاعبين الدوليين لديهم خبرتهم اللي هو الشحات وكهرباء وايضا اللاعب الشاب الشناوي محمد عبد المنعم. لكن في الاخير انا لما جاء اتحدث ايضا انه ترى بنزيما وكانتي الى الان هم ما طلعوا من وجهه نظر يعني ما طلعوا كل الذي يمتلكونه سواء من طموح سواء من قدرات سواء من امكانيات. حتى عامل الانسجام من وجهه نظري حتى الان قاعد يتشكل في نادي الاتحاد. ولكن ايضا يا ابو نواف اذا حنا ركزنا في هذه الجوانب يجب ايضا ان نركز على الخصم. هذه مباراه كره قدم وانت لابد ان تعرف ايضا نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق الخصم. نعم لا نتفق انه مع المبالغه بالافراح وهذه وجهه نظري نقطه سليمه جدا لان هناك من تفاعل بعد المباراه بشكل اكبر مما يجب. ولكن انا مع عطني جانب اداري جانب لاعبين لا من اللي اعطى المباراه اكثر مما تعتبر. انا قلت ترى وجهت هذا الكلام لحسن امس سليم جدا. وين شفتوا الاحتفالات المبالغ فيها؟ انا خليني اخذها من الاتحاد اللي على يسارك. وش قال لك؟ قال لك المهمه اللي هو الاستاذ عثمان قال لك المهمه تبدا مهمة المونديال تبدا من اليوم الغد. يعني بالنسبة للمباراة اللي راحت ما يبنى عليها بالشيء ولا هم بنوا ترى الاتحادية ما بنوا على المباراة انتهت خلاص. يا خلينا احنا نتكلم على الجو العام. الجو العام الى الان كاتحاد انت ما قدمت شيء. ترى الى الان في مونديال العالم المطلوب منك اكبر مما انت قدمت في المباراة الأولى. المطلوب منك الوصول إلى الدور الأربعة هذه أولى المهام بالنسبة لك كاتحاد بالنسبة على قدرة نجومك على إمكانيات نجومك على قوة المدرج. وهذا ما يجب حقيقة أن يكون حاضر ليس فقط أنه بس أبو عبد الله معليش اسمح لي. اليوم أنا عندي كرنفال اللي مشارك فيه نادي اللي هو فريق الاتحاد اللي لعب المباراة الافتتاحية وكسبها. الحالة والجو العام من الطبيعي أن يكون في فرحة بالكرنفال هذا اللي أنا مشارك فيه. أنت تستكثر علي هذا الموضوع ليه يا أبو نواف؟ يعني أنا اليوم لا تقول لي لأنه لو في أي نادي مكان الاتحاد في هالبطولة هذه أنها تقام في المملكة في ملعبه وبين جماهيره وتبغى الجو العام يكون عادي. لا لا مستحيل يكون عادي. أبو نواف مو عادي. خلينا نقاطع في الكلمة عن إذنك أستاذ عيسى. فضل. حبيبي أنا تفرجت 10 دقائق بالضبط ولا 12 دقيقة حفلة الافتتاح. تفرجته خارج السعودية.
الجماهير اللي بتفرجت معايا في افتتاح ايه ده اللي عندكم ايه ده وبص المطره والمطر 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 ايه ده ايش الاخراج ده ايش الابهار الابداع هذا الكلام اللي انت بتقوله اللي انا بضيف على الكلام اللي انت بتقوله طبيعي كرنفال شيء حلو يعني اعطيك الصراحه 12 دقيقه حفل الافتتاح كان متعة جمهور الاتحاد كان حضوره فنيا كلنا عارفين انت خلينا الفنية الحين المطر وش دخله في الموضوع يا ابو نوار اللي نزل يعني لا مطر التصوير التصوير بركه بركه التصوير بس تعرف الناس من هم اللي تفرجوا معه لحظه عرفت من الناس اللي تفرجوا معه ما ادري والله لهجه تعرفه المطر حبيبي اتفرجنا امطار في المغرب مباراه قامت الوداد وده في المغرب الامطار وبنشوف التصوير بنتضايق الجزائر في مصر نحن عندنا الحمد لله أمس الكرنفال والإخراج والتصوير كان تحفة الحق لله وعشان كده أنا بأفرح لما بنعمل عمل ناجح وبقول لك عندنا كده حصل كده وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا بالنتائج إن شاء الله أرجع لك نقصد فيها مش المبالغة بالنسبة في الاحتفالات بالعكس اليوم مو احتفالات شباب بقول لك اليوم اللي قاعد يصير اليوم اللي اليوم في عملية التنظيم حتى في وسط البلد حتى في معرض الكتاب في فعاليات اللي هو مونديال كاس كاس هذا نوع من التسويق والسياحة لا لا, لا بقول لك يا بالتعريف يا اخي هذه امور بالعكس انت ايضا تعطيك كنجاح تنظيمي كنجاح جماهيري انا قاعد اقول بالنسبه الى المستوى لا نبالغ فيه الى ردة الفعل بالنسبه للمستوى يجب ان تكون هناك المطالبات انه مثل ما قال ابو صهيب انه البدايه او بدايه المهمه بكره امام 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 الاهلي المصري لا نعتبر مباراه اوكلاند سيتي مباراه استاذ عيسى بس هذه خطه تسويقيه ومرتبين عليها حتى الوزاره طيب اعتقد متفق وياك انه من ضمنها انه يروحوا هنا يروحوا هنا الانديه متفق وياك انا متفق انا هذا متفق وياك انا اقول لك هي من ضمن نجاحات التنظيم والفعاليات هذا شغل اداري يا ابو عبد الله ايوه هذا لا 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 معليش بس الحين انت تتكلم على موضوع المبالغه هذا شغل خاص الاداره بالنسبه للجمهور بالنسبه للاعلام لا يا اخي بفرح وبنبسط وبستانس اوكلاند سيتي ان شاء الله لو يلعبون بثمانية يا أخي أنا فريقي فايز ولعب في كرنفال ولكن أبنبسط لا لا لكن لا الجانب الإداري الآن أيه لتجهيز الفريق هذا منفصل ما له علاقة يا أخي يعني الناس شو نتكلم إحنا نتكلم على أمور تنظيمية إحنا نتفق فيها فعاليات وأجواء وفرح وحتى استضافة أن تكون المملكة العربية السعودية من أفضل التنظيمات هذا نتفق عليه أنا أبو نواف قاعد أتكلم وياك بالنسبة لردة الفعل في الجانب الفني في الجانب الفني بالنسبة للاتحاد لا يمكن أن تكون مباراة أوكلاند هي مقياس هذا فقط وجهة النظر ممتاز تراهن على مين بكرة في الاتحاد يا أبو ركان أراهن على بنزيمة وعلى حجازي وعلى قروهي اللاعبين اللي يعني أتوقع منهم العمود الفقري حتى فابينيو كانتي الأجانب في الاتحاد كلهم مميزين وقلت لك أنا يعني أتوقع لاعب الحسم في رأيك لاعب الحسم بنزيمة وأيضا ما أدري ليش عندي إحساس كذا أنه حجازي لأنه لعب سنة في الأهلي المصري أنه ممكن يسجل هدف بالرأس بكرة عندي إحساس كذا أن أحمد حجازي ممكن يسجل هدف في الأهلي المصري ماشي إيش رأيك حسن تراهن على مين بكره؟ انا بنزيما طبعا اكيد لاعب يعني لاعب هو لاعب مواعيد الكبرى بنزيما صراحه لاعب مؤثر وكما ذكرت انه كانتي حيكون له دور في وسط الملعب خطوره الاهلي المصري تتركز في بيرسيتاو وانا اعتقد انه اسرع لاعب ولاعب خطير في الجهه اليسرى يجب ان يتنبه له زكريا هيساوي اللي حصل في المباراه الماضيه انه يتقدم بشكل مبالغ فيه هو الشنقيطي غدا لو تكرر هيكون فيه صعوبه لانه زي ما قال الكابتن عبد الله الاهلي المصري يعتمد على السرعات عنده الكهرباء عنده الشحات عنده بيرسيتاو لاعبين سرعة واعتقد انه حتى مدرب الاتحاد متنبه لهذه النقطه ما راح يعني تغفل عليه الطريقه اللي لعبها مع اوكلاند سيتي ما نفس الطريقه اللي لعبها بيلعب فيها مع الاهلي المصري لقوه الفريقين والخبره اللي يمتلكها الاهلي المصري والثقل الفني اللاعبين على الاقل مش الاجانب اللاعبين المحليين اللي يمثلون منتخب مصر انتم تعدون كهرباء يا ابو ماجد انت عديته حسن عدو هو كهرباء خوينا اللي نعرفه في مستواه نعم. وهو اللي لاعب بكره لا مو انا عارف هو اللي لاعب بكره بدل مودس هو لاعب بكره بدل مودس اتكلم عن لاعب يلعب على الطرف ادري انه يلعب على الطرف بس اقصد يعني عادي يعتبر عادي يعني انتم كانوا بيلعب في الاتحاد يعني انتم اللي تبالغون الحين مو بالناس المعانه لا مو مبالغ كذا مو مبالغ كذا لانه الان انا عندي مشكله في الاصابات اللي ورا في خط الدفاع اللي ورا مهند طاير قدام
ما هو مدافع اللي هو جالس على حافظ على خانته هذا جزء من التكتيك وبيطلع هو حيستغل النقطة هذه لأنه هو بيلعب على الطرف الشمال وده في نفس الوقت بيلعب بأعصاب المدافعين بحركاته وكذا لا قال ولا أكثر أما فنيا لا 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 ما هو ذاك اللاعب اللي أنت تقول لي يا عبد الله أنت بتحسبه النجم قوي تخاف لا 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 أنا بكرة راهن لك على اثنين عندنا كانتي وفابينو حيشيلوا المباراة شيل سيبك بنزيمة هداف حيسجل حيسجل حجازي حيدافع حيدافع قروح حارس حارس لكن مين يشيل لك مباراة ويظهر لك الفريق تفرج على نادي الاتحاد في مباراة الهلال الشوط الأول حق الثلاثة وقلبها الهلال صارت 4-3 تفرج الشوط الأول فابينو كانتي إيش كانوا بيسووا حتى استغربت كانوا بيطيحوا على الأرض بينزقوا يعني بس كانت مباراة كورنادو إيه ها كانت مباراة كورنادو كان على قدام هو كانت مباراة لا لا بس الاثنين هذول الشوط الأول وخروجه شو بس خروجه هو اللي فابينو كانتي ترى عارف عارف حلقة الوصل اللي ماسك لك الفريق وكذا وهو اللي بيطلعك هو اللي بيستلم من هنا هو اللي بيطلع هو اللي بيطلع وفي نفس الوقت زي الرادار الاثنين ماشي وكانتي في أحسن حالاته الآن طيب خاصة بعد الهدف الأخير الرهان على ثلاثي سعد اللذيذ كانتي فابينيو بنزيما الذي أحضرهم سعادة الوحيد الذي أحضر يا أخي خلنا نكمل يا أخي عندك مشكلة أنت اليوم بس أنت ترجعنا نفس الموضوع شايفنا يا أبو يا أبو فهد ما عندنا مشكلة يا بس إذا أنت تتكلم على مشكلة نادي الوحدة هو أهم نادي وسخن في الوحدة المفروض اندعي بس وخلاص طيب أنا أعطيك تبغى ما نتكلم لا نتكلم يا أخي حتى نادي الوحدة اللي اندعي خلا يا أخي الحين أنا أتكلم على الاتحاد حتى المطر هو اللي جاب حتى المطر ما جبت طاريه تفضل طيب تفضل يا ابو لحظه بسم الله الرهان الرحمن الرحيم على الثلاثي الذي احضرهم سعد اللذيذ كانتي فابينيو بنزيما هؤلاء هم من سيصنعون مجد الكره الاتحاديه هذه السنه وفي الاعوام القادمه الثلاثي الاتحاد وليس ثلاثي سعد اللذيذ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد أنا بكرة الحقيقة أراهن على على روح لاعب الفريق جميعا وعلى الرغبة الذاتية لدى اللاعبين هذه الروح الموجودة والتي هي صناعة اتحادية ومعروفة بلاعبيه المحليين والوطنيين وحتى اللاعبين الـ 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 الأجانب أبو نواف اسمح لي بس في حاجة نشرت في القناة الرياضية عن الموضوع اللي بنتكلم عنه في تاريخ 22 الشهر الماضي نشرت القنوات الرياضية تصريح للأستاذ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقول السؤال حول تعاقدات الاتحاد يوجه إلى لجنة الاستقطابات طلباتنا لم تحقق بالمقارنة مع الهلال والنصر تمنيت أن يكون سعد اللذيذ أكثر شفافية حول مفاوضات محمد صلاح وسيرجيو راموس وما حدث بينه وبينه وما حدث بيني وبينه في لندن السؤال يوجه إليه وأتمنى أن يجيب بشفافية هذا ما نشرته القنوات الرياضية عن أنمار الحائل نتابع معكم آخر الأخبار الرياضية قررت لجنة المسابقة برابطة دوري روشا للمحترفين تقديم موعد مباراتي الهلال والوحدة والفتح أمام الشباب من 9 مساء لتنطلق في تمام 6 نظرا لتعارضها مع مباريات كأس العالم للأندية فيما ستقام مواجهة الرائد وضمك في نفس توقيتها عند 6 مساء أبدى الأرجنتيني غايردو مدرب فريق الاتحاد جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية مشيرا إلى أن المواجهة تعد متكافئة بين الطرفين إلى جانب عدم وجود أي إصابات في فريقه أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري ثقته في لاعبه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد مشيرا إلى أن الخصم يملك أفضلية الأرض والجمهور إلا أن قوة الأداء ستكون علامة الحسم في اللقاء أشارت مصادر صحيفة الرياضية بأن غويدو فينغر الرئيس التنفيذي بنادي النصر قرر إعادة النظر في صرف مكافأة الفوز والبطولات للاعبين
وذلك بالتقليل من حجمها، الأمر الذي لاقى انزعاجا من بعض اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. أعلن نادي الفيحاء عن تعرض لاعبه أسامة الخرف لتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى التي يحتاج معها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع. طيب، هذه كانت آخر الأخبار الرياضية. مباريات اليوم إن شاء الله عندنا الهلال والوحدة. دكتور، عن هذه المباراة رأيك، توقعاتك على السريع بالله. والله شوف، المباراة بتكون صعبة. الهلال 16 وزمة متتالي، أتوقع أنه السلسلة هذه بتوقف يوم ما. هل توقف في مباراة الوحدة أو توقف في المباراة اللي بعدها؟ المباراة على أبو ماجد قاعد يرفع يدين ويدعي يقول يا رب يقول يا رب. المباراة في الرياض، الهلال كعبه أعلى بدون شك، ولكن كرة القدم فيها مفاجآت. أنا أبغى أبشر أبو ماجد في التصريح اليوم لوزارة المالية بأنه في 14 نادي سيتم تخصيصها الفترة القادمة. نعم. وال 14 نادي هذه يبدو أنها إلى 14 نادي اللي في دوري روشن، غير الأربعة اللي استحوذ على صندوق الاستثمارات. ولذلك الوحدة جاء متحفظ شوي. أنت على مباراة الهلال والوحدة تحفظ؟ أنا دائما متحفظ، دائما ما أبالغ في توقعاتي. ولذلك أنا يعني أحس أن كفارق بين الفريقين، الهلال عنده أسماء وعنده حضور قوي، ولكن دائما الفريق اللي واصل انتصاراته يصير الخوف عليه اكثر. اما انه ثقه اللاعبين تزداد ويصير عنده مدرب، وايضا الانديه اللي بتلعب قدامهم تريد ان تكون هي النادي اللي يوقف هذه السلسله. نعم، ليلتك ليله يا ابو ماجد. اكيد. الهلال لعب قدام التعاون، الهلال لعب قدام التعاون وامتع الجماهير الخليجيه والعربيه بالكوره اللي بيلعبها، بالضغط العالي اللي بيسويه خصوص شيء مو معقول. الهلال الفريق هذا بيلعب بأربعة اثنين أربعة، الناس بتفكر إنه أربعة خمسة واحد التكتيك، لا 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 لا، فريق هجومي قوي وممتع. أنا هحاسبهم كده، عارف، شايف سافيش ومدروفيش ومشيب من هنا وسالم من هنا. واضح فريق واضح. شو أنا بقول لك، إذا هلال التعاون لعب كده بالضغط العالي ده لأنه هو بطل الاستحواذ، خلى الاستحواذ لأندية أخرى تستحوذ، لكن يفوز، لكن بيفوز، بيلعب بالضغط العالي وبيقدر يكسب وفي اي لحظه. والفريق هذا عنده فريق احتياط كامل يا ناس، لو شفنا العويس احتياط، البريك احتياط، كانوا احتياط، عبد الله لا تعدهم كلهم عشان الوقت. لا لا حقيقه يعني مسلم انت خالص. مسلم ايش؟ مسلم المباراه وقاضي انت. انا قلت يا رب. ها ما في طيب غيره. الله يدون علينا. أبو عبد الله، مباراة الهلال الوحدة. أنا مع أبو راكان حقيقة، ترى أنت متحفظ بعد. لا لا، أنا شوف، أنا ماني انهزامي ولا مستسلم. لا لا عليك. لا 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 لا، بدل الهلال حقه. ترى اسمع مني، بدل الهلال حقه. في المواسم الماضية ترى البعض خسر الدوري مو في المواجهات الكبيرة. نحن تعادل معانا الهلال، خسر الدوري بمثل هذه المواجهة. نعم نعم. طيب خليني الحين من الحس الإداري العالي اللي عندك. أيوة. عطني توقعاتك الفنية. لا أنا بالنسبة لي الأقرب يعني ما شاء الله، الجرأة اللي قبل شوي في تحليلاتك. تقول الهلال عند الهلال، الجرأة الكبيرة في تحليلاتك ترى راحت معك. الأقرب الهلال، لكن إنه هو أيضا لا ينسى الهلال إنه ترى فقد في سنة من السنوات الدوري بتعادل مع على إدنا، على إدنا، وتعادل أيضا مع أحد أحد الوحدة. توقعك مفاجأة، من يفوز الهلال الوحدة؟ أنا أتوقع الهلال وأتمنى الوحدة. طيب أبو، والله الوحدة قادر إن تقدم مستوى جيد وتقارع. أيه؟ الهلال زي نتذكر في كأس الملك. أيه؟ لكن النتيجة على الورق طبيعي للهلال وإن شاء الله تكون كبيرة. حسن، ما في أي فريق سعودي لا نقدر يوقف الهلال. طيب الرائد وضمك عربي. حسن، الرائد وضمك حسن، من توقع الرائد صحوها في الفترة الأخيرة من ناحية فنية ومن ناحية النتائج؟ أتوقع ضمك أفضل فنيا. إيه ضمك يتفوق على الرائد. نعم، كلكم جماعة على ضمك، ما في حد يتوقع الرائد. تعادل. أنا متوقع تعادل. تعادل. طيب ثلاثة تعادل، باقي ضمك. المباراة الأخيرة عندنا هي الفتح والشباب. أبو فهد، الفتح والشباب. يا أخي في أخبار جدا صعبة على الشباب، يقولونهم بيمشون مدربهم. إيه. وهذا خطيرة إذا هذا ثاني مدرب وبملايين اليورو. إيه. وبعدين الأخ عندي دقيقة بسرعة أبو فهد، الأستاذ خالد الزيد قال في مدرب عالمي زار الشباب قال شهرين، صحيح هو يتكلم عنه
المدرب البلجيكي كليمنتي. لكني أنا أبغى أقول كلمتين عن اللي قاعد يصير اليوم في الكورة. انقضت يا أبو فهد دقيقة. والله يا أخي في كلام يعني بعض الكلام يعني مفروض ما ينقال. إذا كان عذرك هزيل وسالفتك جودية بعض الحكي ما هم مفروض ينقال. طيب. ياسر التويجري ماشي يشخص حال بعض الناس. ماشي ماشي أنا عموما ما أدري والله من صد، لكن في النهاية الفائدة للجميع. كل عوذ برب الفلق. الفائدة الفائدة للجميع. شكرا لكم لحضوركم. وصلنا لختام حلقتنا اليوم في الديوانية. نلتقيكم إن شاء الله في موعد جديد الساعة 11 مساء، والاتحاد بإذن الله فائز. فمان الله.